السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الزمالك في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من زملكاوي. يا رب حلقة تنال رضا وإعجاب كل جماهير الملكي في كل مكان. نادي الزمالك في الفترة الأخيرة كلام كتير جدا عن صفقات، مين رايح مين جاي، كلام كتير جدا عن مشاكل جوه نادي الزمالك إزاي هيحلها، إرث كبير جدا من الغرامات والأزمات اللي سببها ناس تانية ما كانوش موجودين في الفترة دي، ولكن عملوا لك إرث من المشاكل. أنت كل شوية بيظهر لك حاجة، بيظهر لك مشكلة، وقت معين للحكم في قضية لاعب كان بقاله 3-4 سنين متواجد في نادي الزمالك، أو من 3-4 سنين كان موجود في نادي الزمالك، ممكن ما يكونش قعد سنة أو سنتين على بعض، ولكن تلاقيه واخد من مخزون نادي الزمالك الفلوس اللي أنت بتحاول توفرها لنادي الزمالك عشان تقدر تعمل طفرة، انك تجيب لعيبة، انك تعمل حاجة جديدة في النادي. انت بتلاقي نفسك كل الفلوس دي رايحة لغرامات، غرامات كلها سابقة. فنادي الزمالك في الفترة دي خلاص بعد حل أزمة القيد الأولانية اللي كان مجلس إدارة نادي الزمالك يعلمها تماما، انها كانت مأزمة الدنيا لنادي الزمالك في الموسم اللي فات وما قدرش يستقطب أي لاعبين في بدايته، ولكن نادي الزمالك حلها. جمهور نادي الزمالك اتبسط جدا من القرار ده. بعدها نادي الزمالك خد خطوه ثانيه، فتوح راح فين؟ فتوح لبس تيشيرت مش ابيض، فتوح راح في حته ثانيه، بعد كده قدرت تجدد لفتوح. بعديها بشويه كمان بيظهر لك ازمه جديده ومشاكل جديده، وكل يوم بتلاقي لنفسك ازمه في وسط الازمات دي وانت بتحلها. كان في سكتك الكونفدراليه الافريقيه قدرت تحصل عليها في ظروف كانت صعبه جدا على نادي الزمالك، لولا بعض التدعيمات اللي دعمها مجلس إدارة نادي الزمالك في يناير اللي فات قدرت تزق الدنيا وتساعد الفريق ان هو يحصد هذه البطولة. بطولة وحيدة في موسم نادي الزمالك ده مش طموح ابدا جمهور نادي الزمالك العظيم، ولكن ده موسم خلاص للنسيان. قدرت تكسب في الكونفدرالية، صحيح بطولة قارية وبطولة مهمة جدا لنادي الزمالك، وزادت من الألقاب نادي الزمالك القارية ل 14 لقب قاري في سنين كانت قبل الكونفدرالية دي كانت صعبة جدا. وأخير البطولات القارية اللي انت حصلت عليها كان السوبر الإفريقي 2021 والكونفدرالية 2019. أزمات كتير جدا لنادي الزمالك، لو لم تكن هذه الأزمات ما كان نادي الزمالك قعد فترة تكاد تكون قرابت للعشرين عام من دوري أبطال إفريقيا 2002 لحد 2019 عشان تاخد بطولة قارية. الناس ما بتبصش على الفريم من بره، بتبصش على البرواز من بره. طيب بص كده من أول الألفية هتلاقي نادي الزمالك كان عامل جيل قوي جدا جدا جدا، تلاقي الدنيا فيها دوري، اتنين دوري، وفيها دوري أبطال، وفيها سوبر إفريقي، وفيها بطولات كتير جدا، وفيها الدوري لا هزيمة. بكلمك من 2000 لحد 2003 2004 شكرا. بعد كده أزمات كتير جدا، لكن بنشوف تصريحات للاعبي نادي الزمالك وكباتن وأساطير نادي الزمالك في الفترة دي بيقول لك احنا بعد الفترة دي، فترة الانجازات الكتير جدا دي، احنا بقينا ممكن تلاقي في لجنة بتدير نادي الزمالك ما بتكملش اسبوعين ثلاثة، شهرين ثلاثة عشان ما نكونش بنبالغ. فكان الامور اداريا كانت صعبة، كانت كارثية. وشفنا سنين كتير جدا نادي الزمالك ما كانش بيقدر يحقق فيها اي بطولات بسبب عدم الاستقرار الاداري. بعدها بتيجي بعشر سنين تاني، العشر سنين بيخلصوا، أو تسع سنين عشان نكون دقيقين يعني، تلاقي نفسك بدأت تاخد بطولات لو في استقرار إداري بتمشي الدنيا، ولكن برضو نادي الزمالك موعود، موعود بعدم الاستقرار الإداري. بعدها بكام سنة بتلاقي برضو حل لمجلس إدارة نادي الزمالك، بتيجي لجنة بتقدر تحقق بطولة، بتيجي لجنة تانية بتقدر تحقق حاجة. بيفضل نادي الزمالك في دوامة عدم الاستقرار الإداري دي لحد ما جمهوره بيقول يا رب احنا بس اللي احنا محتاجينه
ان مجلس يجي بالانتخاب ويجي يقعد الاربع سنين بتوعه، نقدر نحكم عليه من خلال التجربة، مش هنحكم بالقطعة. فنتمنى جمهور الزمالك يتمنى ان شاء الله باذن الله مجلس اداره نادي الزمالك اللي عنده تركه كلنا عارفين ان هي كانت تقيله جدا من الغرامات. عايز اقول لك حاجه، لو الغرامات دي انت بتتكلم ان دي ميزانيه نادي الزمالك من اول ما الناس دي مسكت نادي الزمالك في شهر 10 السنه اللي فاتت، انت بتتكلم على سته ما يقارب الخمسه سته مليون دولار، رقم خزعبلي، رقم لو انت بتصرفه على لعيبه انت مش هتفكر في اسم اللاعب، انت اسم اللاعب جامد هتجيبه ايا ما كان، هتجيب تعمل سكواد قوي جدا جدا جدا، ولكن انت الخمسة ستة مليون دولار دول بتصرفهم على الغرامات. جمهور نادي الزمالك بيعي تماما القصة دي وفاهم جدا جدا القصة دي، وخلي بالك مقدر موقف مجلس ادارة نادي الزمالك من التركة اللي شافها واللي تحملها في الفترة اللي فاتت، ولكن دايما الجمهور عايز النادي احسن، احنا عايزين شكلنا يبقى اقوى، عايزين ننافس بشكل اقوى لان ده قدرنا، اسم نادي الزمالك كبير قوي، فجمهور نادي الزمالك عنده الاقتناع ده ان انا بخش على اي بطوله انافس فيها. مهما كانت الظروف، نادي الزمالك دايما مكان بطل من رحم المعاناه، تلاقي بطوله خشها نادي الزمالك، ومش هنروح ليه بعيد قوي يعني، لو اتكلمنا على بدايه 2020 وانت بتقول هيبقى فبراير اسود على الزمالك، نادي الزمالك داخل على معترك صعب جدا سواء محليا سواء افريقيا، هتقابل الترجي مرتين ثلاثة، وهتقابل الاهلي مرتين، وهتقابل الاسماعيلي كمان كان في المعمعة دي، وتلاقي نفسك خارج من فبراير الابيض، فبراير 2020 نادي الزمالك ساعتها حقق السوبر بعد الكونفدراليه، لعب السوبر الافريقي، قدر يحقق السوبر الافريقي، قدر يحقق السوبر المصري. دايما هتلاقي الصعوبات دي معطيات الناس كلها بتتكلم فيها، لكن نادي الزمالك عنده راي تاني. انا بتاع الصعوبات، انا بتاع الحاجات اللي مش متوقعه. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان الفتره اللي جايه كل الامور دي تهدى، الغرامات اللي نادي الزمالك بيسددها دي فواتير قديمة بيحاول يحلها هذا المجلس المتواجد، عشان وخلي بالك جمهور نادي الزمالك برضو فاهم ده وواعد ده جدا. مجلس إدارة نادي الزمالك دلوقتي بيحارب في اتجاهات كتير جدا، مهم جدا انك تنهي أزمة القيد. خلاص نادي الزمالك خلاص يعتبر قصة القيد دي يعني خلص فيها كل شيء، أتشمبونج مساعدي فريرا الكلام ده كله خلص، قبلهم خالد بوطيب كان الرقم كمان الأكبر في القصة برضو قدر يخلص ده. وفي الوقت ده نادي الزمالك ومجلس إدارته مش ساكتين، وأنا عايز أقول لك حاجة برضو في الشأن ده، في الفترة دي وكلامي دلوقتي هيبقى عن التدعيمات، أنت بتتكلم على صفقات أو تدعيمات، الناس كلها عايزة أول ما يبقى في خط تفاوض الناس تعلن عن انضمام لاعب. وهقولك على حاجة، الناس يعني بعض الزملاء الصحفيين ما بتلاقيش ده في مكان تاني، بعض الزملاء الصحفيين وهذا عملهم وأنا أعي هذا، هتبص على حتة تانية أو في نادي تاني هتلاقي لو صحفي بينتمي لهذا النادي وعارف المعلومة متأكد منها مليون في المية، بس الفكر الجماعي والحفاظ على هذا الكيان وسريته بيبقى بالنسبة له هو الأهم. أنا بعض الناس مش الكل بشوف ده فيهم ناحية نادي الزمالك، حد يعرف معلومة يقوم على طول أنا هاخد السبق وأقول، والله مش غلط انك تعمل سبق وتقول، ولكن انا السبق في ايه؟ ان في لعيب في طريقه لنادي الزمالك، نادي الزمالك اتكلم معاه، انا بالنسبه لي ده مش خبر. انا بالنسبه لي الخبر ان نادي الزمالك تعاقد مع كذا، لكن
اصل خلاص هيحجزوا تذاكر الطيران ومش عارف هيعمل ايه، وخلال يومين ثلاثة الامور دي كلها بتبوظ الدنيا. لو انت اصلا قلبك على نادي الزمالك وانت مصدر موثوق من قبل الناس في نادي الزمالك اللي انت بتقدر تتحصل على اي معلومة منه، ده امر لو تعلمون عظيم. لو اللي بيحصل هنا هو اللي بيحصل هنا، امور كتير جدا هتختلف. مع احترامي كل الزملاء وكل الزملاء يعني في الوسط الرياضي الصحفي، كلهم اصدقاء اعزاء، ولكن الجزئيه دي بتفرق بشكل كبير جدا. ناهيك عن الناس اللي بتجتهد من مشجعي نادي الزمالك، ناس اللي عندها صفحه على فيسبوك ناس كتير متابعاها وبتحترمها وكلهم اصدقاء اعزاء برضو، ولكن فكره ان اي حاجه لسه ما تمتش تروح وتسبق وتشتغل على انك توصل ده للجمهور، جمهور انت كده بتدغدغ مشاعره. اولا مفيش حاجه تمت، فانت تقوم موصل للجمهور احساس بالخيبه تجاه البوست اللي انت كتبته ده، ان في حد اقترب وما اقتربش، فده امر سلبي، وده من سلبيات السوشيال ميديا اللي اتمنى ما اشوفهوش. ده امر مهم. نادي الزمالك خلاص، مساعدي فريرا، اتشمبونج، القصه كلها خلاص ان شاء الله باذن الله خلال ساعات قليله ان شاء الله باذن الله يتم الاعلان بشكل تام عن انتهاء ازمه القيد. ويا سيدي باذن الله الفتره اللي جايه اليومين اللي جايين دول هتلاقي في اعلان عن الصفقات اللي تم التعاقد معها. لا تقلق، انا بقول لجمهور نادي الزمالك ما تقلقش، ان شاء الله باذن الله كلنا عايزين نادي الزمالك احسن نادي في الدنيا، كلنا عايزين نادي الزمالك يستقطب اقوى واحسن اللعيبه في الفتره دي. ده اللي بيحصل دلوقتي، انت بتحاول في مقدور نادي الزمالك هيجيب فلان الفلاني، هتلاقي وهتلاقي لعيبه عنده مواصفات كويسه جدا. وخلي بالك هي مش بالاسم الرنان على قد ما هو لاعب هيفيدني، وده الاهم. ما بدورش على صفقه تلقى قبول جماهيري قبل قبول فني داخل ارضيه الملعب هيفيدني وفي الاخر يفرح الجمهور، ده الاهم، وده بعد مهم جدا حابين كلنا كذا ملكوان نبص على ده ونفهم ده. ولنا في زيزو اكبر مثل، زيزو وباعتراف زيزو ان نادي الزمالك له فضل كبير عليه، ان هو كان رجع من البرتغال وكان عنده ازمه وكان بيتمرن في نادي المنيا وكابتن طارق السيد اللي رشحه. زيزو جه نادي الزمالك اول موسم ما كانش زيزو بالحجم وبالقيمه الفنيه اللي اصبح عليها بعد عام بالظبط بعد كونفدراليه 2019. بقى زيزو لك فيه أكبر مثل. كان في حد متوقع إن زيزو في 2019 هو زيزو النهارده؟ بالتأكيد أي حد هيقول لك آه يبقى بيكذب. ليه؟ لعيب مجتهد، لعيب زاد بشكل مرعب في الناحية البدنية والفنية والجماهيرية، الجمهور لما بيشوف لعيب بيطلعوا السما، وزيزو كان يستحق ده مع التطور المرعب اللي حصل مع زيزو وفي مستواه وفي افادته لنادي الزمالك في الفتره اللي انا بقول لك عليها. زيزو ليك مثل فيه ان التعاقد يبقى مع اللعيب مفيد، مش لعيب عامل بومينج جماهيري او لعيب يلقى قبول كبير يعني من الجماهير. ده مهم جدا في نظرة جمهور نادي الزمالك لأي صفقة هيتم التعاقد معها، ده بعد مهم جدا. وبما اننا اتكلمنا عن زيزو، فزيزو الناس كلها تتكلم عن زيزو رايح زيزو جاي زيزو فين. زيزو النهاردة كتب على صفحته على انستجرام، نزل ستوري، وكان هذا الستوري يعني الراجل بيتكلم عن ان نادي الزمالك اكبر من مجرد نادي،
نادي الزمالك بالنسبة له عيلة، ونادي الزمالك أنا موجود فيه عشان أستمر، ده اللي قاله، مش عشان حاجة تانية، ده عشان الجمهور، الجمهور اللي بيخلي أي مباراة بتبقى مميزة. خلونا نكمل رحلتنا، الرحلة المذهلة دي، وإحنا مع بعض، وفي أي لحظة، في أي لحظة صعبة بيزداد حبي وإخلاصي لكم، شكرا لثقتكم بي. ده كلام زيزو في الستوري اللي قاله. ترجم كلام زيزو، ده معناه ايه؟ ان زيزو مكمل مع نادي الزمالك. ده كلام زيزو. اي حد هيجتهد، اي حد يقول لك دي رسالة ممكن يتم تأويلها، لا، الكلام واضح بشكل كبير جدا ان زيزو مستمر مع نادي الزمالك. انا مش محتاج اتكلم عن زيزو، لان زيزو وانا بكلمك عن انك تبص تشوف مين اللاعب اللي هيتم التعاقد معاه، افتكر زيزو، حط في دماغك زيزو. ما كانش حد يتوقع انه هيبقى هذا اللاعب الاهم في الدوري المصري في السنين الاخيره. لازم تبص على ده. ممكن اجيب اسم كبير جدا ما يوفقش. فاكرين كلنا رحمة الله عليه طبعا أجوجو، فاكرين أجوجو ده كان مرعب، منتخب غانا ولعب أمم إفريقيا مع غانا، دبابة بشرية رحمة الله عليه. وجي نادي الزمالك لم يصنع أي شيء مع نادي الزمالك، الله يرحمه طبعا. راجل جه ساعتها اسم قوي جدا، اسم كبير جدا، وجيب رقم كبير جدا، ولكن ما حققش حاجة مع نادي الزمالك. ليه؟ لأن ده الطبيعي، مش كل لعيب اسمه كبير جدا هيجي أنت ضامن إنه هيتألق معاك، أو العكس، لعيب ممكن أنت جايبه عنده هامش تطور وتلاقيه كسر الدنيا معاك. ولنا في زيزو حكمة، ولنا في محمد شحاتة، حتى في آخر انتداباتنا للزمالك في يناير اللي فات الناس كلها تقول لاعب مبشر، لاعب واعد، لا، لاعب عنده شخصية قوية وشخصية كبيرة، شخصية يعتمد عليها. ده اللي احنا بندور عليه في الفترة دي. ويكفي ان محمد شحاتة لاعب نادي الزمالك ولاعب منتخب مصر الوطني والمنتخب الأولمبي، كان شاري نادي الزمالك وكان هدفه وحلمه انه يلعب في نادي الزمالك. ده اللي انا امسك فيه بايدي واسناني، ده اللي انا كلبش فيه، تعالى انت تستاهل تبقى متواجد في نادي الزمالك قد ايه، 4 سنين وشوية. ده اللي يستاهل يقعد ويبقى بعد فترة احد كباتن نادي الزمالك. ده اللي انا بتمناه. ولكن لعيب في ارض الملعب هو اللي بيبرهن على ده. شحات عمل ايه؟ برهن على ده، وعمل اللي عليه وادى اللي عليه. لعيب ما شاء الله عليه، تحتاجه في نص الملعب، تحتاجه في حتة الباك رايت، ما شاء الله عليه. ولعيب عنده التزام في الملعب وبره الملعب، ده اللي احنا شايفينه. عشان كده هتلاقي استمرارية ان شاء الله، ربنا يبعد عنه اي حاجة وحشة ويبعد عنه اي اصابات او اي حاجة. ده امر مهم برضو، حبينا نطمن الناس على زيزو وموقف زيزو. دي رسالة كتبها زيزو على الانستجرام. طيب، وانا بكلمك عن لو توفرت هذه الدولارات والفلوس دي كلها، كان نادي الزمالك اشترى اي لاعب؟ كان اشترى اي لاعب ينفع يلعب في القارة الافريقية، يعني حتى لو اسم كبير، بيلعب سواء في دوريات الخليج، بيلعب في اي دوري، حتى في ممكن يكون مش قوي بس لاعب عامل تاريخ ولاعب كويس جدا وهيجي يفيدك، ده الاهم. نادي الزمالك لو كان الفلوس دي ما اتصرفتش في الغرامات، وخلي بالك ده موضوع الغرامات ده كان قصة وحكاية، اتكلمت عنه من سنة، قصة الغرامات دي مش عايز اخش فيها تاني واخد فيها تاني، لكن الناس المتابعين الجيدين لمشاكل وقضايا الفيفا فاهمين، فاهم ان انا
في لعيب اشتكاني، هعمل ايه؟ اديله فلوسه على طول؟ لا، ده انا ابعت محامي ياجل ويفضل ياجل ياجل ياجل، وانا الولايه بتاعت 4 سنين خلصت، سلام عليكم. كملت افضل ااجل، ما كملتش اللي بعد يشيل. والله العظيم هذا ما كان يحدث، هو ده اللي كان حاصل، وهو ده الحقيقه، وهو ده الواقع اللي كنا عايشينه. لذلك هتلاقي خالد بن طيب كان بيلعب في 2019 2020، تاجيل تاجيل تاجيل، كل ده لحد ما وصلنا 2024، عدينا نص السنة، احنا في شهر خلاص داخلين على شهر 8، داخلين على شهر 9، شهر 8 خلاص، احنا النهاردة 28 أو 29. فانت دلوقتي عايش الواقع. ايه الواقع؟ ان في مشاكل كتير جدا عدى عليها سنين، عدى عليها سنين كتير. اتفرج على أتشمبونج، أتشمبونج ده لعب فين؟ أنا فاكر إن أتشمبونج لما جه نادي الزمالك ما لعبش 3 4 5 مباريات على بعض. كان بيلعب في الداخلية وجه نادي الزمالك ما عملش أي حاجة. راجل أحد الأسباب اللي تسببت لنا في إيقاف القيد. يا جماعة لعيبة ما لعبتش في نادي الزمالك نص موسم حتى. نص موسم باستمرار يعني، وعملوا استمرارية نص موسم كده، اللي هو لعبوا 15 ماتش مثلا مع نادي الزمالك، 20 ماتش مع نادي الزمالك، كانوا واضيين 3 سنين ولعبوا سنة كاملة. مفيش، مش هتلاقي حد من اللعيبة اللي عملت مشاكل دي أو أبرزهم يعني اللي خدوا عقدهم بالكامل، ودي كانت أخطاء إدارية داخل نادي الزمالك وقتها. لما بيتم فسخ التعاقد من جانب واحد اضمن منين؟ مفيش حاجه مضمونه، ما ينفعش. لازم تسويه مع اللاعب، اسوي مع اللعيب، يمضي على تسويه ان شاء الله هراضيه، هيبقى في ترضيه هيمضي عليها، خلاص انا كده ابقى واثق من موقفي. لكن مش افسخ التعاقد من جانب واحد والنادي بعدها بكام سنه يغرق. ده خطر، ده اللي احنا عايشينه. فمجلس إدارة نادي الزمالك بيحل ده، بيشتغل على ده، خلاص قصة القيد بشكل كبير وبنسبة كبيرة انتهت. قصة المفاوضات هيبقى في يوم هيعلن عن كل الصفقات اللي تم إنهائها في نادي الزمالك. طبعا في ناس معروف إن نادي الزمالك تفاوض معاهم، وفي ناس وصلوا للقاهرة، وفي ناس خلصوا الكشف الطبي وهيبقوا متواجدين، ويبقى بس ان هم يبقوا متواجدين عشان يمضوا ويوقعوا العقود النهائيه. فده برضو هقول لك في ناس حصل ده، ولكن هعلن عن ده في حينه لما مجلس الاداره. وده عشان كده بقول نصيحه لاخواتنا سواء صحفيين او سواء أصدقاء عندهم صفحات على السوشيال ميديا، لما يتم إنهاء التعاقد ومن جانب نادي الزمالك تاخد المعلومة كاملة إن نادي الزمالك خلاص مضى مع الراجل ده، والراجل جه ووصل ووقع وانتهى الأمر، تبقى تقول. لكن اللي هو الخبر إلا ربع، اللي هو وقع إلا حاجة بسيطة، لا، ده بالنسبة لي حاجة مش في صالح نادي الزمالك. ده أولا، إنك لأ ممكن تتكلم عن لاعب لسه أصلا ما وصلش القاهرة فيحصل حاجة. أنا أتوقع أي حاجة، أنا عايش وفي ناس هدفها إن نادي الزمالك ما ينضملهوش أي حد، ده هدفهم، ده مبتغاهم، هم حابين ده، حابين إن نادي الزمالك يتم تفريغه. لو تعرف بس ان في لعيب نادي الزمالك بيفكر فيه، سهل جدا. وزي ما حد من احد الانديه وكان في الاداره بتاعه النادي ده وقال لك احنا جبنا للاعب في نادي الزمالك عقد من المانيا، ساعتها الناس كلها ايه؟ الفكر الجمعي،
عملوا ايه بقى؟ الكيان اهم من اي فرد داخل كيانهم. فقال لك الراجل ده كبر وخرف، الراجل ده بيقول اي كلام، ولكن الراجل طبعا راجل محترم، وكان قبلها بسنتين تلاتة كان الحج كذا كذا، وبيتقال عليه اشعار وبيتقال فيه اشعار، لما بيقول الحقيقة كبر وخرف. ودي بنشوفها دايما مع هذا النادي، اول ما حد بيقول حقيقة تلاقيه الناس كلها بتشوطه، ده خاين الأمانة، واحد تاني قالك كبر وخرف، واحد قبل كده من أحد الأساطير في حراسة مرماهم قالك لا ده كبر برضه وخرف، حاجات كتير جدا بتتقال، وأنا مش حابب أخد أكتر من كده لأن الناس كلها حافظة وعارفة. الناس كلها حافظة وعارفة القصص دي كلها. إن شاء الله بإذن الله يتم الإعلان بشكل رسمي من خلال نادي الزمالك، ده أمر هيبقى مهم جدا لجمهور نادي الزمالك في الفترة اللي جاية. حبينا كده نقول كل حاجة عن نادي الزمالك. في عندي حاجة تانية بصراحة، كنا من أسبوع وشوية كده، أقل من أسبوعين، كنا متواجدين في مدينة العالمين الجديدة، وكان المنظر يفرح. كان قدمنا حلقة لبرنامج نهارك أبيض، برنامج الصباح الخاص بقناة نادي الزمالك، والمكان والمظهر والمنظر والجو العام كل حاجة مبهجة. فعندي خبر يخص مدينة العالمين الجديدة. الخبر من عند نسور القوات الجوية المصرية اللي بيقدموا بالتعاون مع القوات الجوية السعودية عروضا جوية في سماء مدينة العالمين الجديدة النهاردة الأربعاء وغدا الخميس، بالتعاون مع مهرجان العالمين الجديدة. العرض الجوي المشترك اللي بتنظمه القوات الجوية المصرية بالاشتراك مع القوات الجوية السعودية يأتي في إطار الاستعدادات لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء. تبدأ العروض الجوية للقوات المصرية والسعودية من الساعة 5 حتى الساعة 7 خلال يومي الأربعاء والخميس، وذلك بمدينة العالمين خلال مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية 2024. منظر مبهج. كنا دايما بنقول ياه ده احنا عندنا حاجة شبه بلاد بره، لا احنا عندنا دلوقتي حاجة تتقال علينا براند. عندنا مدينة العالمين، مدينة عالمية، مدينة تحفة في كل شيء. فخلاص التقليعة بتاعت زمان دي احنا شبه كذا، لا احنا اللي الناس تتشبه بينا وبالعمايل اللي احنا عاملينها وبالشغل اللي احنا عاملينه ومنفذينه، حاجة رائعة. والعرض ده مبهج جدا وشكله عظيم جدا. حابب أتمنى أمنية إن شاء الله بإذن الله لنادي الزمالك، إن في الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله من هنا لحد مباراة السوبر، أول المباريات الرسمية في البطولات المحلية أو في البطولات القارية عامة، يعني ما بين نادي الزمالك والأهلي، هتكون يوم 27 إن شاء الله من دلوقتي لحد اليوم ده، تكاتف جمهور نادي الزمالك إن شاء الله بإذن الله عشان اليوم ده يفرحك. نفتكر كده سوبر كابتن أيمن منصور والبهجة اللي كانت حاصلة لجمهور نادي الزمالك بعيدا عن المباراة دي، أنا سمعتها كذا مرة وسمعت التعليق واتفرجت عليها، كان التعليق طبعا بعيدا عن التعليق يعني في المباراة دي، ولكن قد ايه هي بطولة فرقت، لان دي كانت اول مواجهة ما بين القطبين على المستوى الافريقي في مباراة ببطولة، بطولة السوبر الافريقي الاولى في جوهانسبرج، هدف كابتن ايمن منصور
ان شاء الله باذن الله تتكرر بعد وقت كبير جدا، يعني بعد كام سنه، انت بتتكلم في حوالي 28 سنه من وقت يعني البطوله الاولى في جوهانسبرغ. ان شاء الله باذن الله كلنا داعمين لفريق نادي الزمالك، اللعيبه اللي موجوده، اللعيبه اللي هيتم استقطابها وتكون موجوده، للجهاز الفني بقياده جوزيه جوميز، كافه الطاقم بقى الطبي الاداري، الناس كلها احنا في ظهركم، مجلس الاداره ان شاء الله في ظهركم لحد ما تخلوا نادي الزمالك في الحته اللي جمهوره بيتمناها، وانتوا من جمهور نادي الزمالك فاكيد بتتمنوها. عايز افرح جمهور نادي الزمالك بحاجه تانية، واخيرا كابتن محمد عبد الشافي كان في مكالمه مع الحاج عبد الشافي والده يوم السبت اللي فات، وقال ان القصه في ايد كابتن او الدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك. هو قام بالسلامه فتره التاهيل الاخيره، فانا عايز اقول لك خلاص كابتن عبد الشافي في الايام اللي جايه هيكون متواجد في التدريبات الجماعيه لنادي الزمالك. والله زمان يشيفه، الاصابه حرمتنا منك خلال الموسم اللي فات، بس قبل الموسم اللي فات انت ساهمت مع نادي الزمالك في بطولة الدوري ومش هننسى بقى هدفك المؤثر جدا في ماتش الاتحاد ومجهودك طول الموسم ده، بعدها بطولة الكاس. ان شاء الله بإذن الله عبد الشافي يكون موجود، ويا سلام عبد الشافي لما يبقى موجود انت بتبقى مطمن. فان شاء الله بإذن الله يكون احد اهم الاوراق والركائز في فريق نادي الزمالك كابتن محمد عبد الشافي، اللي بنتمنى له تمام الصحة إن شاء الله، ويكون جاهز بشكل كبير جدا للمباريات والمواجهات المقبلة لنادي الزمالك. هروح لفاصل، وبعد الفاصل هروح لفقرة الأخبار، ابقوا معنا. يا ولد يا أشرف يا قاسم، يا ولد يا أشرف يا قاسم يا لعيب أشرف قاسم، الجول الأول لنادي الزمالك. لقب ببرنس الكرة المصرية ليس لوسامة وجهه فحسب، بل لأدائه السلس والممتع داخل المستطيل الأخضر، والقدرة على استخلاص الكرة من بين أقدام المنافسين بهدوء وثقة. نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أشرف قاسم. وتوصل إلى أشرف قاسم، أشرف يجرب يشوط، أشرف أشرف قاسم من مواليد 25 من يوليو من عام 1966، وكان على موعد مع المشاركة الأولى بقميص الفريق الأول بنادي الزمالك في مباراة الترسانة في يونيو من عام 1984، حيث أشركه المدير الفني محمود برجيلة معولا على ابن 18 عاما وقتها ثقة كبيرة. قاسم يا ولد يا أشرف يا قاسم يا لعيب. واستمر البرنس يصول ويجول في قيادة خط دفاع الزمالك حتى اعتزاله موسم 1996-1997، مقدما سنوات من العطاء والوفاء داخل مدرسة الفن والهندسة، في الوقت الذي خاض خلاله تجربة احتراف مميزة في صفوف الهلال السعودي موسم 1993-1994، حقق خلالها جائزة أفضل مدافع وثاني أفضل لاعب في الدوري السعودي. وساهم أشرف قاسم في تتويج الزمالك بأحد عشر لقبا متنوعا ما بين محليا وقاريا، وتمكن من هز شباك منافس القلعة البيضاء في 28 مناسبة لتميزه في تسديد ركلات الجزاء، بالإضافة إلى قدراته الفائقة في الألعاب الهوائية. وعلى المستوى الدولي فحدث ولا حرج عن برنس الكرة المصرية بقميص منتخب أحفاد الفراعنة، حيث كان واحدا من أفراد كتيبة الجنرال محمود الجهري في مونديال 90، كما شارك في أربع نسخ لكأس أمم إفريقيا، وكان صاحب ركلة الترجيح الأخيرة التي منحت الزعامة القارية للمنتخب المصري في نسخة عام 1986 خلال المباراة النهائية أمام الكاميرون. ومع تحويل قبلته لمجال التدريب بعد اعتزاله، تولى قاسم أكثر من مهمة فنية مميزة مع الأولمبي والشمس وطنطا والمنصورة وتلفونات بني سويف والداخلية وغزل المحلة. أشرف قاسم برنس الكرة المصرية، صاحب الأداء الأنيق والأخلاق الرفيعة، صاحب الباع الطويل والتاريخ المبهر مع نادي الزمالك ومنتخب مصر.
اهلا بكم من جديد مشاهدي زملكاوي في كل مكان. وصلنا لفقره الاخبار، اول اخبارنا من عند نادي الزمالك ومن استئناف فريق كره القدم بنادي الزمالك لتدريباته النهارده على ملعب النادي، ملعب حلمي زمورة تحت القيادة الفنية لجوزيه جوميز. جوزيه جوميز خلص أجازته ووصل بالسلامة، وأول تدريب يخوضه النهاردة لفريق كرة القدم. جوزيه جوميز كان طبعا استقبال من اللعيبة ليه، هو حرص كمان على مصافحة كل اللعيبة وسلم عليهم، ده نوع من أنواع التواصل الدائم ما بين اللاعب والمدرب، المقابلة بتبقى كويسة، المدير الفني بيقدر يتعامل بذكاء شديد جدا في الامور النفسيه دي. وشفنا جوزيه جوميز من اكتر من محاضره من داخل غرف الملابس بيتعامل ازاي مع اللعيبه. النهارده كان في التدريبات لاول تدريب تحت قيادته الفنيه بعد ما رجع من الاجازه بتاعته. من المقرر ان نادي الزمالك هيدخل معسكر مغلق الخميس وهيستمر 6 ايام. خلي بالك في امر ورد برضو ان المعسكر ده هيتأجل يوم، هيبقى يوم الجمعة، يعني بدل الخميس هيبقى الجمعة، وهيستمر لمدة 6 ايام استعدادا للموسم الجديد والمواجهة كمان الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية. في تدريب طيب قبل ما نروح لخبرنا التاني، معانا على التليفون نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر النجم الكبير كابتن احمد صالح. يا كابتن احمد مشرفنا ومنورنا. يا حميد حبيبي وحشني جدا. ازي حضرتك؟ والله حضرتك اكتر. عامل ايه المشاهدين الجمال الزملكاويه؟ طبعا حابب في البدايه ابارك لك على نهايه الموسم، موسم يعني من اطول المواسم لم يكن الاطول في تاريخ الكرة المصرية، فألف مبروك إن الموسم خلص يا كابتن. لا موسم صعب جدا جدا على اللعيبة كلها وعلى المدربين. كمان نتمنى إن يبقى في بداية ونهاية للمسابقات، يبقى في تحديد، لأن في بعض المدربين ممكن يحصل معاهم مشاكل كبيرة جدا جدا في حتة الأحمال دي. فنتمنى إن شاء الله إن الفترة اللي جاية يبقى فيها تظبيط في المواعيد وجدول الدوري يبقى معروف إمتى يبتدي وإمتى ينتهي. ده أول سؤال أسأله لحضرتك، عايز أعرف من حضرتك هيفرق، عشان الجمهور خلي بالك برضه مبقاش عنده الأبعاد دي، إزاي يفرق مع المدرب إنه هيعرف إن الدوري هيبدأ بعد شهر، هيبدأ بعد 15 يوم، بيفرق أنت معاك إزاي؟ أنا عارف هو بيفرق قد إيه، بس حابب حضرتك بما إنك مدرب تعرف الناس هيفرق قد إيه، خصوصًا في قصة الأحمال. انت علشان تحط احمال او تشتغل شغل بدني او خططي او نفسي او ذهني او اي شيء، لازم تبقى رقم واحد هبدا امتى عشان اقدر احط البرنامج. البرنامج ما ينفعش تحط برنامج غير اما تحدد المده. بدايه الدوري امتى؟ مثلا بعد شهر. خلاص انا هحط برنامج شهر عشان اقدر اوزع الاحمال بتاعتي على الشهر نفسه. بعد شهر ونص هوزع الاحمال على الشهر ونص. وهبدا امتى ماتشات الوديه؟ ولو انا عندي مسابقات هبدا مسابقه امتى؟ عندي كام مسابقه؟ فليها بعض الحاجات في شغل الاحمال لازم تداول هي عشان اقدر احط برنامج. لكن انت لو انا هتقول هبدا فتره اعداد دلوقتي وانا مش عارف المده امتى، او الناس هتحط معسكرات اللي هي بتاعت فتره الاعداد مثلا. طب انت هتشتغل ازاي؟ هتقدر تحدد امتى؟ فكده هنشتغل احنا شغل عشوائي، مش هنشتغل شغل احترافي يعني. فلازم اقدر احدد المده بتاعتي عشان اقدر احط برنامج عشان اقدر اشتغل عليه عشان لعيبتي ما تتعورش. يعني ممكن لعيبه تدينا حمل زياده يتعوروا، او حمل اقل فيتعوروا برضو يعني. انت فاهمني؟ طيب يعني لازم ياخدوا القوه باحمال معينه، ياخد الدوري التنافسي باحمال معينه، ياخد السرعات تحمل السرعه باحمال معينه، لازم كل حاجه في توقيتات معينه. امتى بالظبط يا كابتن احمد؟ امتى حسيت ان اللعيبه وقعوا بدنيا؟ انا بكلمك وبسالك السؤال ده ليه؟ لان الموسم بدا في شهر 9 من العام الماضي وانتهى في شهر 8 السنه دي. لا الفتره اخر شهر اللعيبه كان في بعض اللعيبه تيجي تقول انا مش هنلعب، عايزين ناخد اجازه مش قادرين. انت في لعيبه عندك بتشتغل وهم مش قادرين خالص، خلاص تعبانين جدا جدا. وكمان في ناس بتتعرض لاصابات من كتر الاجهاد.
ومن كتر طول المسافه. يعني في ناس المفروض عندها دلوقتي بيروحوا مصايف او يبقى في راحه سلبيه او واحنا لسه شغالين، وكمان احنا كملنا في الكاس شويه، اشتغلنا كمان، كملنا بعيد عن الدوري فاحنا كملنا كمان شويه في الكاس يعني. فلا فيها مشاكل كبيره جدا عضليه للعيبه، وارهاق بشكل كبير جدا للعيب. فانت لازم تحدد المده بتاعتك، يعني انت في اوروبا عارفين امتى هيبدا وامتى هينهي وامتى هيشتغل وامتى الراحه بتاعتهم، حتى الراحه اللي عندهم اللعيبه بتاخد حاجات تشتغلها عشان ما يجيش الحته اللي هو الدوري التنافسي او الاحمال اللي كانوا واخدها ما يجيش من الصفر. يعني ده هو بيشتغل في البيت حاجات كده بسيطه عشان يحافظ على الايه، عشان يجي يبدا كانه جاي بادئ من 50% مثلا يعني كده يعني. طيب شايف ازاي نتغلب على كم السلبيات اللي احنا شايفينها دي يا كابتن احمد؟ لا السلبيات هتبقى كتير جدا، لو هنتكلم عن السلبيات انت هتتكلم الكره المصريه كلها فيها سلبيات كبيره جدا. مش عايزين نخش حته السلبيات لان هتبقى فيها عايز يعني عايزين كتاب الحته دي، لان انا اللي بتكلم يعني. فعندنا لا هيبقى فيه تفاصيل كتير، يعني تفاصيل كتير جدا هنتكلم فيها من بدايه من الناشئين لحد بقى الدوري الممتاز لحد المنتخب، منتخب مصر. فانت في تفاصيل كتير ما ينفعش نخوض فيها يعني، ما سيبنا ساكتين يعني. انت اتكلمت عن المنتخب، شايف ازاي النهارده المنتخب اول ايام المعسكر وفي ست لعيبه بس هم اللي متواجدين؟ شايف لا انا حزين بصراحه يعني ما فيش تنسيق كده ما بين اداره الكره المصريه المتمثله في اتحاد الكوره ما بين الجهاز الفني لمنتخب مصر؟ يا استاذ احمد انت اسمه منتخب مصر، صحيح لا يعلو صوت على صوت منتخب مصر طبعا، ما فيش نادي يبقى اقوى من منتخب مصر. لازم انا اقول لعيبه الكابتن حسام حسن عايز ال 30 لعيب دول يوم كذا، لازم يكونوا موجودين يوم كذا. انت في برنامج يا اما بقى الكابتن حسام ياخر شويه المعسكر، يعني هو عايز يعمل معسكر في التوقيت ده، خلاص انت لعيبته تكون موجوده يعملوا استشفاء عنده، ياخدوا حاجات بسيطه عنده، مش هيدوس عليهم في الشغل يعني اقصد. لكن ما ينفعش يكون اول تجمع في ست لعيبه حتى لو في اتفاق بينه وبين الانديه. بشكل عام لا، يعني بشكل عام لا، صعب جدا جدا. انت منتخب مصر يعني انت منتخب مصر ده الست بتاعه كبير جدا جدا، والناس اللي بتمثل منتخب مصر ده اللي بيلعب ربع ساعه في منتخب مصر طول عمره يقول لك انا في منتخب مصر. هي ايه دلوقتي؟ هي نقطة خلاف كده يعني، مفيش تفاهم ما بين الطرفين، لأن كان في طرف ممكن يأجل ده. ما هو المشكلة كلها إن منتخب مصر، حضرتك بتتكلم على قيمة منتخب مصر وأهميته، اللي مفيش أهمية أكتر من أهمية منتخب مصر فوق كل الأندية، ده أمر طبيعي. دلوقتي أنت بتحافظ على الأندية ولا بتحافظ على إيه؟ أنا مش فاهم. أنا مش عارف، ما هو في الأول وفي الآخر هو فشل للمنظومة، يعني فشل إداري واضح جدا من منظومة الكرة المصرية ممثلة في إدارة اتحاد الكرة، اللي احنا شفناه طول الموسم ده ان 7 شهور او 8 شهور بيتلعب فيهم 14 مباراة كأكثر لعيب أكثر فريق لعب مباريات، وتيجي بقية المباريات 17 مباراة وفي فرق كان فاضل لها 18 تلعبهم في شهر ونص او شهرين. ايوه انا عندي معسكر منتخب مصر دلوقتي واستدعيت اللعيبة، يجي لي 6 لعيبة دي كارثة طبعا، دي كارثة. في اتفاق بين الجهاز بقى الفني والأندية؟ مفيش اتفاق، بس أنا دلوقتي راح لي حاليا 6 لعيبة موجودين في المعسكر اللي أعلنوا عنهم إن هم انضموا فعلا للمعسكر. ده شيء سلبي جدا جدا، حتى لو أنت إن شاء الله هتوصل كأس العالم بإذن الله يعني. إن شاء الله يعني هي يمكن من أسهل مراتنا نوصل فيها كأس عالم، لكن انا مش بتكلم ان احنا نوصل كاس عالم خلاص، انا بتكلم عن ان انت وما اتمناش يا كابتن احمد ان احنا ما نصعبهاش على نفسنا، لان ما نبقاش شايفين الموضوع سهل قوي. وصحيح فيتوريا سهل الدنيا انه كسب ماتشين، كابتن حسام جه برضه هيستمر ويكمل في ده، مش عايزين احنا نصعبها على نفسنا حته المباريات. ومن هنا عايز اسالك على شكل منتخب مصر مع كابتن حسام، حضرتك شايفه ازاي؟ لا انت بص، المنتخب المصري مع المدرب المصري احنا بنيجي على المدرب المصري، لكن لو مع المدرب الاجنبي لو قال في معسكر تلاقي الناس كلها موجوده في المعسكر، الناس كلها بتروح للمدرب الاجنبي. احنا المدرب الاجنبي بيجي ياخد منك فلوس كبيره جدا جدا، بيعمل ايه المدرب الاجنبي اكتر من المدرب المصري بيعمله؟ عايز اعرف، هات لي مدرب كده خد فرقه من تحت وبقت مربع ذهبي مثلا يعني.
على العكس، المدربين الاجانب بيمسكوا الفرق اللي في نص الجدول او في تحت من الخامس وانت نازل بينزلوا بيها ما بيطلعوش بقى لفوق. لكن انت بتجيب الاجانب بتمسك اهلي وزمالك منتخب بيراميدز، ما طبيعي الناس دي اصلا هتشتغل في المقدمه. لا يعني لنا في تجربه مثلا بابا فاسيليو مع فريق غزل المحله برضو كانت تجربه وكانت واضحه جدا لحد ما هو اللي ترك نادي غزل المحله، بس كان ماشي معاهم بشكل كويس جدا. لا ثواني، هو مش خمس ماتشات في الاول كويس، ولما قال انا عايز امشي وهمشي ومش عارف ايه رجع تاني اشتغل اربع ماتشات اشتغل واحد جدا. يعني ما مشيش كويس على طول، لا قبل ما يمشي لا. أيوة. خمس ماتشات اشتغل كويس، مصر كلها قالت المحله هتروح في مش عارف فين. بعد كده قال انا عايز ازود الفلوس، عايز فلوس بالدولار، وعايز كان حصل مشكله كده وقتها. ايوه. بعدها خسر اربع ماتشات ومشي. فبرضه كان ماشي مش لا. هات مدرب اجنبي يمشي بيهم فوق يكمل فوق، الفرقه نزلت في نهايه الدوري. طيب شايف ازاي المباراتين اللي جايين لمنتخب مصر؟ مباراتين مع لا انا إيه؟ شايف تحت طيب. اي بند من البنود ان شاء الله منتخب مصر اعلى من اي فرقه احنا نلعبها الفتره اللي جايه. منتخب مصر عنده لعيبه كبيره جدا جدا. محمد صلاح سيء الفتره الاخيره جدا وعمل جاب اهداف في الدوري. ما شاء الله. بدايه ولا اروع ان شاء الله. فيكون يكمل بقى كمان ده كمان في الماتشين الجايين بتوع المنتخب ان شاء الله وتستفاد باذن الله. لكن انت معاك مجموعه كويسه جدا جدا، لكن انا مش عايز السلبيات اللي بتحصل دي توقعنا او تهمد اللعيبه، اللعيبه اللي مش اللي ما انضمتش مثلا. طب ما تقول لك طب ما ياخد لعيبه ثانيه من اللي موجوده، الناس دي هتقول كده، اللعيبه بتاعت الدوري اللي ما انضمتش تقول لك طب ما يدوم لعيبه ثانيه. هيبداوا بقى يبصوا للجهاز بصه ثانيه، فليه طيب ما تخليك تخلي الراجل يختار لعيبته بشكل كويس، وفر له ان اللعيبه دي تكون موجوده في المعسكر يقدر يشتغل ويقدر يوفر لك كاس عالم. طيب في مشوارنا في امم افريقيا اللي فاتت الناس كلها قالت لما يجي المدرب المصري يبقى الهدف بتاعنا ان احنا نشتغل على استعاده لقب امم افريقيا الغائب عن منتخب مصر من 2010. شايف ازاي ده هيتحقق وبقى هو التارجت المطلوب من كابتن حسام حسن؟ انت مع المدربين المصريين تحققت الكلام ده مع كابتن حتى ثلاث مرات مع كابتن جوار حققت. فانت المدرب المصري دايما بيبقى له النصيب الكبير من حته البطولات دي في المنتخب يعني. نتمنى الكلام ده يحصل مع كابتن حسام حسن. طبعا نتمنى اكيد. ان شاء الله نوصل شاء الله. كاس عالم وناخد بطوله افريقيا اللي جايه، لكن عشان ياخد بطوله افريقيا او يوصل كاس عالم لازم توفر له اللعيبه وتوفر له كل الامكانيات اللي انت بتوفرها للراجل الاجنبي. احنا مش هنوفر للاجنبي بس، يعني ميكالي ده مدرب كبير جدا جدا، لكن في النهايه برضو لو اي مدرب مصري راح كان هيعمل نفس اللي هو عمله يعني. طيب تعال نروح لنادي الزمالك، شايف ازاي كده لو اتكلمنا عن نادي الزمالك في الفتره اللي جايه؟ بتتكلم عن لسه في امور بتخلص في التعاقدات، ولكن الحاجات الامور اللي احنا عرفناها ان حسام اشرف واحمد محمود رجعوا مره ثانيه لنادي الزمالك، شايف ان ممكن يبقوا اضافه لنادي الزمالك بعد تجربتهم سواء احمد محمود مع الجونه، حسام اشرف مع بلديه المحله واحد هداف الدوري؟ دول بالاضافه. طب سامعني يا كابتن؟ سامعك يا فندم. طب بكلم حضرتك عن نادي الزمالك في الفتره اللي جايه، خلاص تم الاعلان عن عوده حسام اشرف واحمد محمود، احمد محمود من الجونه، حسام اشرف من بلديه المحله، حسام اشرف عامل موسم كويس جدا واحد هدافي الدوري، شايف تواجدهم مع نادي الزمالك يبداوا ياخدوا فرصه في الفتره اللي جايه ولا انت شايف الامور ازاي؟ انا اولا حزين جدا على الفتره اللي فاتت على نادي الزمالك فيها. نادي الزمالك ما بيخلاش من المشاكل، نادي الزمالك كل سنه نادي الزمالك يا اما حل مجلس يا اما وقف قيد يا اما في مشاكل كبيره دايما بتقابل نادي الزمالك. اتمنى نادي الزمالك يكون موجود يشتغل طبيعي جدا زي اي نادي. احمد محمود او ماجد او حسام اشرف كلها لعيبه كويسه جدا جدا ولاعيبه عملت موسم هايل الموسم اللي فات ده، لكن انت لازم تبقى معاهم تدعيمات دوليه. طبعا ده اكيد. انا بقول لحضرتك للي دلوقتي اللي بقوا متواجدين دلوقتي، فمش عايز استبق الاحداث واقول لحضرتك مع التدعيمات مثلا ده اكيد هيبقى في تدعيمات، ولكن دول خلاص متواجدين في التدريبات. أيوة. النهارده انا بتكلم عن نادي الزمالك كتوتر، يبقى أيوة. موجودين الناس دي بشكل كويس، لكن انت برضو عايز تدعيمات بشكل كويس، لعيبه دوليه ناقصاك. مش عايز اجيب لعيبه وخلاص، انا عايز اجيب اللعيبه احتياجات، انا اللعيبه المميزه اللي هي بتلعب دولي لها احصائيات ولها ارقام معروفه قبل ما تيجي. نتمنى ان نادي الزمالك يكون في الحته دي بشكل كويس، اختياراته لازم الاختيارات تكون مميزه، ما يكونش جايب لعيب للشو او جايب لعيب يكون موجود يعني
السن كمان لازم يبص للسن بشكل كبير الفترة الجاية في نادي الزمالك. شايف ازاي جوزيه جوميز مع نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، وشايف ازاي هو داخل على بطولة السوبر الإفريقي، شايف ازاي جوزيه جوميز في تجربته لحد دلوقتي مع نادي الزمالك؟ لا انت الفترة الأخيرة جوميز كان كونفدرالية، يعني احنا كلنا حييناه فيها، لكن فيما بعد هو عمل حاجات كتير، يعني برضه اللعيبة يعني لعيبة كتير في نادي الزمالك، انت بتلعب عدد كبير جدا جدا من الناشئين. كمان كأس مصر كان في 10 أيام ممكن تاخد بطولة، يعني انت بقالك فترة ما خدتش بطولات، السنة دي ما خدتش بطولات كتير، هي بطولة كونفدرالية يعني. لكن كان لازم تبقى تركز جدا جدا بالفرقة الأساسية كاملة، تلعب تبقى موجودة معاك، انت اديت الناس دي راحه عشان تسافر، فده كان مشكله كبيره يعني بصراحه. انا بالنسبه لي انا يعني حتى لو هو يسافر يجيب اللعيبه الكبيره تلعب تبقى موجوده، ده 10 ايام فيها بطوله يعني. كابتن احمد انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. حبيبي كابتن احمد، حبيبي حبيبي، شرفنا ونورنا كابتن احمد صالح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر. طيب كمل باقي اخبارنا. تاني خبر من عند عبد الشافي اللي بنطمن جمهور نادي الزمالك عليه انه الفتره اللي جايه هتبقى فتره تاهيل اخيره للنجم الكبير كابتن محمد عبد الشافي، ونتمنى ان شاء الله باذن الله انه يبقى متواجد في المباريات اللي جايه ويبقى جاهز بشكل كبير جدا. هذا ما نتمناه، لان وجوده بيبقى مهم وفارق مع نادي الزمالك، سواء بره الملعب لو هو في اوضه اللبس احد الكباتن الكبار، سواء داخل الملعب لعيب بيفرق بشكل كبير جدا، والعمر معاه بيبقى مجرد رقم. حسام أشرف وأحمد محمود بينتظموا في تدريبات نادي الزمالك بعد عودة أحمد محمود من الجونة من الإعارة. حسام أشرف كان متواجد إعارة في نادي بلدية المحلة، خلاص متواجدين مع نادي الزمالك. حابب برضه أطمن جمهور نادي الزمالك على محمد صبحي. محمد صبحي النهارده اشتغل النهارده عادي جدا في التدريبات الخاصه بيه حراس المرمى تحت قياده لويس فيسانتي مدرب حراس مرمى نادي الزمالك، والتدريبات شهدت مشاركه صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز ويوسف حماده، بالاضافه للحارس الناشئ محمد ايهاب حارس مرمى فريق 2008. ومن هنا بقول لك ان محمد صبحي وبعد تواصل مع الدكتور محمد أسامة تأكد جاهزية محمد صبحي للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم في المباريات اللي جاية. ده أمر إيجابي ومهم جدا ان حارس بتستعيده مرة تانية بعد الإصابة اللي كان بيعاني منها في الكتف. الحمد لله على السلامة صبحي، وإن شاء الله بإذن الله يرجع أفضل وأحسن من الأول، ونشوف صبحي في قمة فورمته إن شاء الله مع نادي الزمالك في الفترة دي. قلنا لحضراتكم إن معسكر نادي الزمالك اتأجل من يوم الخميس 29 هيبقى يوم الجمعة 30 الجاري، اتأجل 24 ساعة يعني معسكر نادي الزمالك اللي هيخوضه في الفترة اللي جاية، وهيبدأ نادي الزمالك بمباريات ودية خلال هذا المعسكر. نادي الزمالك هيلعب مع الشعلة السعودي يوم 31، وبعدها مع الأنصار السعودي يوم 3/9 المقبل، وهيختتم مباريات الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7/9. نادي الزمالك أدى تدريب بدني النهاردة، اللعيبة خاضوا فقرة تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال لتجهيز اللعيبة بشكل الأمثل للموسم المقبل، وده بعد انتهاء الفقرة البدنية. الجهاز الفني قسم اللعيبة لأربع مجموعات عشان يعمل تقسيمة فنية صغيرة. خلاص نادي الزمالك بدأ خلاص في التدريبات قبل ما يدخل في المعسكر إن شاء الله يوم 30. طيب دي أخبار نادي الزمالك. عندي خبر من منتخب 2005. منتخب 2005 ضم 4 لاعبين من نادي الزمالك في قائمته مواليد 2005 منتخب مصر. ضم أحمد مجدي مدافع نادي الزمالك، أنس وائل
الجناح الهجومي لنادي الزمالك، محمد السيد لاعب وسط الملعب، وكلنا شفنا اللعيبه دي، محمد ابراهيم كمان شفنا محمد ابراهيم. اللعيبه هينتظموا في معسكر مع منتخب مصر بدايه من يوم الاحد المقبل 1 سبتمبر لحد يوم 7 سبتمبر عشان التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه في هذه الفئه العمريه لنسخه 2025. اتكلمنا عن منتخب مصر وان اللعيبه النهارده بس 6 لاعبين فقط انضموا لمعسكر منتخب مصر، ولكن في بيان اتحاد الكوره قال ان هيتوالى انضمام اللاعبين لحد يوم 1/9 اللي جاي، ده وفقا للاتفاق اللي تم ما بين الاتحاد المصري لكره القدم وما بين الانديه المعنيه. كمان هينضم اللعيبة المحترفين مع بداية الأجندة الدولية، ده أمر مهم برضو، كان توضيح كده السطرين دول كانوا الأهم بالنسبة لبيان الاتحاد المصري لكرة القدم. لكن دي أبرز الأخبار اللي عندنا النهاردة. دلوقتي هروح لفاصل قصير وهستقبل بعديه النقاد الرياضيين، ناقد الرياضي الكبير الأستاذ جودة أبو النور، ناقد الرياضي الأستاذ هاني عبد النبي بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدي زملكاوي في كل مكان. وصلنا للجزء الثاني من حلقتنا وفقرتنا الحوارية اللي مشرفنا ومنورنا فيها اثنين من النقاد الرياضيين الكبار الأستاذ جودة أبو النور. يا أستاذ جودة مشرفنا ومنورنا. أهلا بك يا أستاذ أحمد وأهلا بمشاهدي قناة الزمالك. الاستاذ هاني عبد النبي الناقد الرياضي مشرفنا منورنا استاذ هاني. اهلا بيك احمد وسعيد ان انا موجود معاك النهارده وان شاء الله تكون حلقه مميزه. ان شاء الله باذن الله. استاذ جوده في البدايه، النهارده كان اول يوم من معسكر منتخب مصر حضر فيه 6 لاعبين. رايك في الموضوع ده لان الناس كلها بتتكلم، ايه اللي حاصل؟ ايه مدى عدم التفاهم، مش مدى التفاهم ما بين اداره الكره المصريه الممثله في اتحاد الكره والجهاز الفني لمنتخب مصر؟ هو طبعا الموضوع يبدو ان الانديه يعني مخطئه فيه، بل انا شايف ان الانديه مش مخطئه، لان يعني الفيفا وان من امتى يعني الانديه تترك اللعيبه بتاعتها، ده اللي هتشوفه مع محمد صلاح مثلا مع تريزيجيه، يعني اللي هي الايه الموعد بتاع الفيفا، الاجنده الدوليه، الاجنده الدوليه. وده اللي حتى بيان اتحاد الكره قاله النهارده، اللعيبه المحترفه كلهم هينضموا مع بدايه الاجنده. ولكن نيجي على النادي مثلا الزمالك، هو برده كان مدي لاعبته اجازه، وده اللي شفناه حتى في كاس مصر. يعني هو اللي كان اولى لو عاوز يقطع الاجازه كان قطع الاجازه وخلاهم لعبوا صحيح في كاس مصر. على الجانب الاخر برضو النادي الاهلي، النادي الاهلي برضو ادى لاعبته اجازه. وبالتالي انا احمل المسؤوليه لاتحاد الكوره، انت اللي طولت الموسم فخليت الفتره اللي الانديه ما قدمهاش غير انها تاخد الراحه، وبالتالي المشكله كلها يتحملها اتحاد الكوره. ممكن بقى الناس بالعواطف الأندية ويقول لك المنتخب وتفضيل الأندية على المنتخب، لا، أنت لو أنت بتفكر بطريقة موضوعية وحاطط مواعيد مظبوطة وما مطتش الجدول وما مطتش الموسم بالطريقة دي ما كنتش وصلت لده. وده اللي احنا بنقوله، أنت بتلعب في الدوري اللي هيدفع الثمن المنتخبات، وبالتالي أنت بدأت معسكر المنتخب بست لاعبين، الأندية مش هتدي لعبتها إلا في التوقيت اللي هي اعلنت عليه، اللعيبه المحترفين مش هيجوا لك الا لان محمد صلاح عنده مباراه وتريزيجيه عنده مباراه صحيح. وبالتالي مش هيجوا لك الا برضو مع التوقيتات الاجنده الدوليه، فده كله يتحمله اتحاد الكوره. يعني ده ادي برضو خطا، احنا كنا لسه دافعين ثمن ده مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد باريس صحيح. النهارده برضو نفس الموضوع، المدير الفني مش عارف يبدا المعسكر بتاعه بأكبر عدد من اللعيبة، كان زمان بنبدأ باللعيبة المحليين عدد كبير وبينضم المحترفين اليوم الثاني اليوم اللي بعده، لكن انت النهاردة بادئ المعسكر بست لاعبين. طيب يعني الناس تايهة، ولكن يتحمل المسؤولية اتحاد الكورة. صحيح. أستاذ هاني رأيك برضو في الموضوع ده، وعايزك تقولي برضو رأيك في قائمة منتخب مصر واللعيبة اللي انضموا ليه. خلينا نفند الموضوع من البدايه. طبعا الانديه هي تتحمل مسؤوليه اللي حصل دوت، مش اتحاد الكره طبعا. استاذ جوده انا يعني
ليه كل الاحترام، بس هنتكلم دلوقتي في نقطه فيصليه هي ان اللعيبه في اجازه، فشيء طبيعي جدا عشان خاطر ارجع اللعيبه الحاله الذهنيه والفنيه والبدنيه اللازمه في معسكر مدته ايام قليله جدا علشان خاطر يروحوا يلعبوا مباراتين. اعتقد ان المدير الفني حسام حسن حاطط واخد باله من النقطه دي كويس، وطلب ان هو يقدم الميعاد المعسكر ويخليه يبقى مبكر. الاهم من ده كله الظروف خدمت اكتر اتحاد الكره والاهلي والزمالك ان هم خارج كاس مصر، وبالتالي اللعيبه كانت تقدر ان هي تنضم للمعسكر بتاعها وتقطع اجازتها. واعتقد ان اللعيبه خلاص بدات، عندنا لعيبه الزمالك بدات تعمل القياسات البدنيه زي احمد سيد ديز وباقي اللعيبه الدوليين اللي تم اختيارهم، وبالتالي كانوا يقدروا يشاركوا ويعملوا عمليات الاعداد البدني اللازم، لان احنا بنثق في الجهاز الفني اللي مختار اكيد في عناصر عندها الخبره اللي تاهل اللعيبه بشكل كبير. المشكله ما كانش فيها الزمالك خالص، المشكله ما بين النادي الاهلي اللي خد قرار رسمي ومتسرع في ان هو قال انا مش هبعت لعيبتي الا في الموعد الرسمي، واصدر بيان برئاسه الكابتن محمود الخطيب وقتها ان هو اللعيبه الدوليين لعيبه النادي الاهلي مش هتنضم الا في المواعيد الرسميه للمنتخب الوطني. ومن هنا ابتدت الازمه، مين هينفذ كلامه ومين هيبقى صاحب القرار واللي بيدفع الثمن منتخب مصر. كابتن محمود او عشان ما نسميش باسماء، كل الاحترام لكل الناس، لكن كل من اتخذ هذا القرار مسؤول مسؤوليه كامله عن اي نتيجه سلبيه تحصل في المباراتين القادمتين لمنتخب مصر. احنا بنتكلم النهارده على ان مفترض ان لعيبتك لما تقدمها مبكرا 3 ايام او 4 ايام لمنتخب مصر ومنتخب بلدك بيقول انا محتاج اللعيبه ديت قبلها ب 72 ساعه، حضرتك ما فيش اختيار عندك. انت ما عندكش فكره الاختيار، هتيجي تكلمني على اللوائح وقوانين؟ حضرتك كنت فين من بدايه الموسم لما كان بنتجاوز اللوائح والقوانين ونديك ايام اضافيه فوق اللائحه علشان خاطر حضرتك بتلعب بره في افريقيا او في غيرها؟ يبقى اذا انا خدمتك. لو انا بصيت على ان مصلحه المنتخبات الاهم، انا هرجع اسابيع قليله للاولمبياد والمنتخب الاولمبي اللي رفض برضو الاهلي انه يعطي ميكالي الاسامي اللي هو طلبها اللي كان محتاجها. يبقى الموضوع بره نادي الزمالك، بره نادي الزمالك نهائيا. الموقف كان معلن ببيان رسمي من نادي الاهلي ان هو رافض ان هو يسلم لعيبته او ان هو لعيبته تنتظم في قبل الميعاد الرسمي للاجنده الدوليه، وده كان موقف غريب اول مره يحدث في تاريخ مجالس ادارات النادي الاهلي كلها على مر التاريخ بمختلف اشكالها وبمختلف اشكال الاداره فيها. عمرنا ما شفنا رئيس نادي او رئيس مؤسسه زي النادي الاهلي يقول انا مش هبعت لعيبتي في بيان رسمي الا قبل الا في الميعاد الرسمي. الكلام ده ما بيحصلش خالص. اعتقد ان المفروض يبقى في وقفه، المفروض يبقى في تدخل، في تغليب لمصلحه المنتخب. احنا مش عارفين المشكله هل هي مع اتحاد الكره ولا مع المدرب المدير الفني الكابتن حسام حسن. طيب انا هقول لك على حاجه وهتفق بس في النقطه دي، انا سمعت رايكم الاثنين يحترم، ولكن هتفق مع استاذ جوده في نقطه انه قال اتحاد الكوره هو اللي غلطان في ايه؟ لان اتحاد الكوره في البيان بتاعه النهارده قال ان انا متفق مع نعتبر الاتحاد الكوره، معلش يا استاذ احمد، مفيش توافق نعتبر الاتحاد الكوره الجهاز الفني، خد نايبك من الدنيا صبر. مفيش توافق ما بين الجهاز الفني لمنتخب مصر وما بين اتحاد الكوره. خلاص لا، طب ليه؟ طب ما احنا انا اسف معلش يا استاذ هاني، احنا مش عايزين الموضوع دايما يخضع لتقدير النادي، لا احنا عاوزين نبقى ماشيين على ده اللي بنقوله، بيبقى ايه عندنا مواعيد احترافيه. كان رد اتحاد الكوره رد فعل. انا جه النادي الاهلي اللي طلع لي من اسبوع ومن 10 ايام في اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع مستر مارسيل كولر في النادي الاهلي، واما حطوا الرولز بتاعت فتره الاجازه وان الكابتن سامي قمصان هو اللي هيقود الكاس، وبيانات كتير جدا، قرارات كتير جدا في البيان. انت اللي طالع بتجر شكل اتحاد الكوره ومنتخب مصر. انت اللي طالع بتقول يا جماعه انا مش هبعت لكم اللعيبه، بس انا برضه مش عايز ده يبقى ذريعه يعني للجهاز الفني للمنتخب. ومش مشكله، طب ما انا بهاجم اتحاد الكوره، لا انا لما يكون له ما له وعليه ما ايه ما عليه. اتحاد الكوره غلط واخطا، اخطا في حاجات كتير، اخطا في ان هو ما تعاملش بالسواسيه مع كل الناس، صحيح. اخطا ان هو ما اداش كل واحد حقه والزمه باللي هو عليه، لكن في نفس الوقت ما ينفعش انا كنادي مهما كان حجم اسمي وحجم مسؤوليتي ان انا اجي اقول انا مش هبعت لعيبتي منتخب مصر. قال طب حضرتك جدا وبرضه انت اللي جرر، انت اللي جرر شكل اتحاد الكوره، انت اللي جرر المنتخب، وبالتالي الكابتن حسام حسن كان عنده رؤيه
شخصيه فنيه ان انا عايز اجيب اللعيبه، وكان عنده امل لاخر لحظه ان الناس تتحمل مسؤولياتها الوطنيه. احنا صح. هنا بنتحمل مسؤوليه وطنيه، كل واحد موجود على كرسي يتحمل مسؤوليته الوطنيه. احنا في عمل عام، اللي هيدخل اهواء شخصيه او خلافات او اي مصالح يا جماعه ينسحب. احنا ورا منتخب مصر، المنظومه كلها بتشتغل كانديه كاتحادات كلعيبه ككل عناصر اللعبه، كل ده بيخدم الصوره النهائيه للمنتخبات الوطنيه. صحيح. في كل الالعاب. الصوره الذهنيه خارجين منها من اولمبياد باريس صوره فيها احباط، مش عايزين بقى الاحباط دوت كمان نكمله باجنده دوليه في مع ماتشين نلاقيهم بيضيعوا مننا عشان خاطر اللعيبه جايه من الاجازه. اللعيبه اكيد اكيد اكيد، انت حضرتك دلوقتي لما بنقول للزمالك هيخوض 3 مباريات وديه في فتره الاعداد، اكيد المدرب عارف كويس جدا ان لعيبته مش جاهزه ذهنيا ان هي تلعب السوبر الافريقي، فانا بعمل لها فتره اعداد علشان خاطر تخش معايا في المود. ما بالك مدرب هيقعد مع اللعيبه 3 4 ايام ويلا يا جماعه نركب الطياره، وال 3 4 ايام مش هقعد فيه، ده احنا هنلاقي امه لا اله الا الله في المعسكر. كل حد معدي على استاد القاهره ساعه التدريب هيعدي. لو انا وانت معديين بالعربيه هندخل وهنسلم على اللعيبه المدرب وهنصور مع يعني انا بجيبها فيا وفيك يا احمد. احنا بنقول مجازا ان اي حد معدي على استاد القاهره هيدخل للمنتخب المعسكر هيتصور مع اللعيبه ويتصور مع صلاح. وفي الفندق احنا بنشوف بسم الله ما شاء الله اسر اللعيبه واسر الاصدقاء والاحباب. فاحنا العمليه كلها ما فيهاش ايه يا جماعه نغلب المصلحه. انا مع احترامي الكامل للجميع، النهارده في منتخب واحنا شئنا ام ابينا حسام حسن على راس المنظومه الفنيه لمنتخب مصر. في مشكله في بقى في اتحاد الكوره، المشكله هي ايه بقى؟ كان لازم اجيب المدير الفني لاتحاد الكوره اقعده مع المدرب واقول له ايه الاسباب اللي بتخليك حضرتك تطلب معسكر مبكر، وبعد كده ابدا اتناقش من خلال المدير الفني مع مدرب النادي الاهلي واتكلم معاه واقول له يا جماعه احنا محتاجين اللعيبه لو سمحتوا اسمحوا لنا. هي دي اللي احنا بنتكلم فيه، لازم العلاقات تبقى على الاطار الفني موجوده عشان الصوره تتنقل للاداره بشكل كويس. استاذ جوده، راي حضرتك وشايف ازاي قايمه اللعيبه اللي انضمت لمنتخب مصر في هذا المعسكر؟ انا بس هقفل بجمله. اتفضل. ان يعني مش عاوز اللي حصل ده يكون ذريعه برضه للجهاز الفني للمنتخب ان اصل وفصل، لا دي امور معروفه. تاني حاجه برضو ده درس لاتحاد الكوره، انك ما تجاملش حد. بالزبط. ما تجاملش حد، اديك انت اللي جاملته ما جاملكش، فما تجاملش حد، التزم يعني درس ليك ما تجاملش حد. بالتاكيد القايمه طبعا زي اي قايمه بتثير يعني قيل وقال، لانك انت انا من الوهله الاولى كان نفسي الكابتن حسام يبقى عنده القوام من المنتخب الاولمبي، لانك انت يعني المنتخب الاولمبي اذا كانت بقى اللعيبه دي جايه من راحه وزي ما هو في مجموعه من اللاعبين بس لا بس كان خد كثافه اكتر. فضل. يعني انت كنت خدت مجموعه المنتخب الاولمبي، يعني انت كنت خدت حسام عبد المجيد، انت برضو مع احترامي مثلا احمد مع النني برضو برغم انه ظهر، بس انا عايزك تعمل احلال وتجديد. يعني انت عندك النني برضو يعني هو ظهر كويس وكل حاجه، بس انت امتى تعمل احلال وتجديد؟ انا كنت عاوزك تاخد القوام الاساسي كله من المنتخب الاولمبي اللي لعب في الاولمبيات، يعني تاخد بقى صلاح تطعم بتريزيجيه كده يعني في الحدود. لكن هو برضو يعني انا شايف النني، شايف احمد حجازي برضو مع احترامي ليه وتاريخه وعدد مباريات، بس امتى هتعمل احلال وتجديد؟ انت شفت كيروش كان يعني بيجيب لعيبه الزمالك اعارها بره والاهلي اعارها بره واداهم الفرصه واكتشفهم. انا مش عاوزك تبقى انت اسير للتفكير النمطي ده. لا انت كنت اعتمدت على يعني حتى هو المنتخب اللي كان مع ميكال اللي هو منتخبنا الاولمبي هو ده اللي انت هتلعب بيه، ممكن تلعب بيه 25 وتلعب بيه كاس العالم 26. فانت خليك بقى يعني جريء وشجاع وايه واعمل احلال وتجديد. انت مجموعتك يعني موريتانيا يعني الراس كلهم الأخضر. منتخبات محترمه جدا يعني بس انت دول اللعيبه بتاعتك في المنتخب الاولمبي ده لعبوا
مع فرنسا ولعبوا مع المغرب ولعبوا باراجواي ولعبوا اوزبكستان ولعبوا اول ماتش مع الدومينيكان، يعني اللعيبه دول لعبوا مع اسبانيا كسبت واسبانيا وفزت على اسبانيا، وكنت بقى ايه دخلت، كانت هتحسب لحسام حسن. ولكن برضو انا يعني اضيف حاجه بسيطه، لان ممكن تكون خطه كابتن حسام حسن غير ميكالي، فالموضوع هيبقى مختلف. يا كابتن الموضوع اللي حضرتك بتقول عليه ان هو مشروع، انت عايز مشروع يبقى المنتخب الاولمبي ده هتبني عليه، ولكن مع احترامي برضو لراي حضرتك هتلاقي نفسك انت عندك مجموعه كبيره جدا من اللعيبه اللي عندها خبرات، ما بقولش كل انا عايز القوامي الاساسي بالمنتخب الاولمبي، وطبعا بقى مثلا في خط الدفاع بواحد، يعني اعكس اللي كان عايزه، تبقى مزيج. ايوه اعكس اللي كان عاوزه ميكالي اعكس. ميكالي كان معاه المنتخب وعاوز يطعم بناس من المنتخب الاول، انت اعكس بقى، يعني مثلا خد صلاح، خد في الدفاع مثلا ناس كده 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 يعني. بس انت كانت هتتحسب لك انك انت عملت احلال وتجديد وعندك بقى منتخب دخل في معمعه تصفيات افريقيا وتعتمد عليه برضه في تصفيات كاس العالم. هو ده كان النهارده. شوف المغرب، المغرب عنده وليد الاجراجي في المنتخب الاول، والمنتخب الاولمبي برضه مدرب وطني. يعني في حاجه انت بتعمل حاجه بتغير، ما هو كان دايما المغرب ده واجهته اوروبا، مدربينه كلهم اوروبا، بقى دلوقتي بيعتمد على الوطني. انت كمدرب وطني جات لك بقى الفرصه، اعتمد على القوامي الاساسي بتاعك بالمنتخب الاولمبي، وطعم بقى بصلاح وتريزيجيه ومحمد عبد المنعم في الدفاع، يعني واحد في الوسط، يعني ده كانت هتحسب لك. طيب شايف مين من الاسامي حضرتك كنت حابب ان هو يبقى موجود، او شايف ان هو اداؤه طوال الموسم يستاهل انه يبقى موجود في وسط القائمه دي؟ يعني انا برضو مش انحيازا للاعيبه الزمالك، يعني حسام عبد المجيد لعب كويس، فكان المفروض برضو حسام يبقى موجود. لو احنا بنتكلم في الاحلال والتجديد، برضو محمود صابر في لاعب بيراميدز في وسط الملعب، يعني انا دايما بدور على مصلحه المنتخب. انت المجموعه بتاع المنتخب الاولمبي كنت تعتمد عليهم وضيف لهم من المجموعه الكبيره. استاذ هاني لنا رايك بقى في القايمه، ومين كنت شايفه مفاجاه في القايمه، مين شايفه مفاجاه انه خرج من القايمه او ما انضمش؟ طب خلينا نتفق الاول، اي مدير فني بيجي يحط الورق ويقول انا عايز احط قوام لمنتخب مصر وعايز ايه؟ ماشي نتفق. اولا لازم نحط الثوابت اللي بيحطها، اولا لاعب بيجيد اللعب في اكتر من مركز، تمام. النقطه الثانيه لاعب يكون عنده من الخبرات الدوليه او التاريخ الدولي، دي نقط بتتجمع بالنسبه لكل اللعيبه في اختيارات اي مدرب. القايمه عليها علامات، عليها علامات، لان احنا لما نقول ان عمر جابر واحد من افضل الباكات اليمين في الدوري المصري الموسم دوت، هو بالفعل بيقدم موسم استثنائي ليه تكتيكيا وفنيا وبدنيا، وراجل مكمل مع الزمالك طول الموسم وحصل على راحه وكان من حقه ان هو يبقى متواجد، بالاضافه الى ان التاريخ الدولي زي ما احنا قلنا تاريخ عمر جابر من منتخبات الناشئين لمنتخب اولمبي لمنتخب اول موجود. ثالثا لما بنتكلم بقى في فكره كمان الجزئيه الاخيره اللي هي جزئيه اللعيب الجوكر اللي بيقدر بيجيد في اكتر من مركز، عمر جابر بيجيد في الباك اليمين والباك الشمال ونص الملعب. صحيح. طب تخيل احنا بقى واخدين محمد شحاته زميلنا او زميله في منتخب مصر علشان خاطر مش يلعب نص ملعب، ده تواجد محمد شحاته هيكون المفاجاه في قائمه هو خط الدفاع، في خط الدفاع في اليمين، في اليمين عشان يلعب علشان يبقى مع محمد هاني، علشان ادي الفرصه للاعيب النادي الاهلي ان هو يبقى هو الاساسي فين في القائمه. طب احنا لو احنا قارنا ما بين محمد هاني رقميا وما بين عمر جابر، عمر جابر هيكون موجود في التشكيل الاساسي ليه؟ صحيح. لمنتخب مصر. طب ليه انا اخد لاعب في مركز مش مركزه، محمد شحاته من نص الملعب احطه كباك يمين واسيب الباك اليمين؟ احنا هنا بنتكلم برضو الكابتن حسام محتاج يراجع شويه، يعني فكره اختياراته لازم يبقى فيه الى حد ما الارقام هي اللي بتترجم. احنا شايفين دلوقتي ان محللين اداء هم اللي بيقودوا المديرين الفنيين على الخطوط وبيوجهوهم لمين اللاعب الاصلح ان هو يكون موجود في التشكيل، فما اعتقدش ان الارقام أبعدت عمر جابر، مش مع عمر جابر، لا ده كل المؤهلات بتقول ان الباك اليمين الاساسي لمنتخب مصر عمر جابر. هو عمر جابر. صحيح. وفقا زي ما احنا قلنا الحاجات، السمات اللي كل المدربين على مستوى، على فكره دي معلومات من جوه اتحاد الكوره،
ان انت ما بتيجي كمدرب او قوام بحطه لازم يكون عندي الاساس عندي لعيب جوكر بيلعب في اكتر من مركز، لعيب عنده تاريخ دولي، لعيب مستواه الفني والبدني وارقامه التحليليه كلها موجوده في البطولات المحليه بتأدي بشكل كويس. فعمر جابر، احمد سامي، احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، اقل لاعب دخل فيه اهداف واكتر لاعب خرج بكلين شيت صحيح من في الدوري. اذا خط الدفاع اللي قدامه هو من لعيب دولي، خط الدفاع لعيب دولي تاريخه الدولي منتخبات ناشئين ومنتخب اولمبي، كان الحارس الاول منتخب الاولمبي في اولمبياد لندن. عندنا انت واخد ثلاث حراس او اربع حراس، ثلاث حراس من النادي الاهلي والمهدي سليمان. انا بقول لك بالترتيب، حراس منتخب مصر بالترتيب محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، حمد علاء بيعد ان هو يكون موجود مع منتخب مصر في البطوله بعد 7 شهور فواخدينه عشان الاجواء. فاذا انت واخد الحارس الاساسي والحارس الاحتياطي للنادي الاهلي، طب الظروف ليه؟ الحارس الثالث لا انا هرد بقى، ما احنا قلنا حمد علاء كمان كحارس ثالث موجود بيعد نفسيا ان هو يبقى موجود في امم افريقيا. طب هل احنا هنستخدم منتخب مصر ان احنا نعد لاعب نفسيا ولا ناخد الاجهز واللي عنده؟ ما انا لسه بقى هقول لحضرتك بقى والاكفأ. احنا عندنا 2 لعيبه دوليين حراس دوليين شاركوا مش من الزمالك بقى، لو انا قلت محمد صبحي مش جاهز، لو قلنا محمد عواد خارج دلوقتي الصوره علشان خاطر الظروف اللي بيمر بيها، فاحنا بنتكلم دلوقتي على الحراس اللي موجوده في الدوري. ابو جبل مصاب، عندنا علي لطفي كان حارس مرمى منتخبات الشباب والمنتخب الاولمبي وبالتالي كان بالضروره ان الحارس ده يكون موجود في معسكر منتخب مصر الفتره دي. احمد الشناوي كان مفترض ان هو يكون موجود ياخدوا الفرصه لان هم احق، انا رايي الشخصي هم احق من المهدي سليمان. ليه؟ لان لو احنا حطينا الرولز اللي هم حاطينها الادارات الفنيه في اتحاد الكوره وفي المنتخبات في ان لازم اللعيب اللي بنضمه يكون حارس دولي وسبق ليه اللعب في المنتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الاول، الاثنين دول يتوفر فيهم العنصر مين؟ عندنا علي لطفي واحمد شناوي. عدم وجودهم في مجامله لاحد اللي موجودين بقى في القائمه. ما انا بتكلم النهارده انا مصطفى شوبير مجامل لان لعب تقريبا 13 ماتش دخل في 9 ماتشات في اهداف تلقى اهداف، وده رقم برضو بعيد عن النادي الاهلي ان حارس مرمى النادي الاهلي يحصل. مين تاني؟ انا شايف فكره حمزه علاء كمان في الاولمبيات للاسف، يعني ما احنا كنا كلنا بس انا قلت لحضرتك اللي انا المعلومه اللي عندي من جوه هو مش واخده عشان يلعب خالص. في اخر مباراه في 6 اهداف دخل تلقى 6 اهداف وعنده، وهم بيحاولوا يحطوه في فكره ان انا بحطه في المود بتاع المعسكر لكن انا مش هعتمد عليه في الثلاثه. يعني احنا الثلاثه بالترتيب زي ما بقول لحضرتك، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، دول الثلاثه هيشاركوا بالترتيب ده في المباراه. طيب نتكلم معلش في بقيه العناصر، انا اسف هنتكلم على لا انا مستنيك. المفاجاه الكبيره بقى عندنا في خط الوسط سام مورسي. تخيل سام مورسي في كابتن ابسويتش تاون، ابسويتش تاون في المباراه الاخيره قدام مانشستر سيتي لعب 90 دقيقة بيلعب قدام مين بقى؟ لا بيلعب قدام كيفن دي بروين ورودري، ويبقى هو يعني في الارقام بتاعت سام مورسي الاكثر استخلاصا للكرات في المباراه قدام 2 عتاولة يعني عندهم من الفجور الكروي الغير عادي ما فيش حد بيقف قدامهم في العالم. صحيح. وتخيل لاعب واحد مصري اسمه سام مورسي حظه ان هو اتولد في انجلترا ووالده راجل مصري طلع يعني من بدري هناك، فمالهوش هو مصري مالهوش لا مالهوش خلفيه بقى هنا ولا ليه ظهر ولا ليه اي حد يتكلم عنه. لعيب متالق وكابتن فريقه وبيشارك على مستوى عالي جدا اللي هو اشهر دوري في العالم، وفي الاخر باجي اقول لك ده انا مش مقتنع بيه عشان خاطر المدربين اللي قبل كده. حضرتك وجودك يا كابتن حسام عشان تشوف الناس على الطبيعه بالظبط، ايه الفرق بينك وبين المدربين التانيين؟ ما احنا كنا خلينا المدربين التانيين. فاحنا سام مورسي انا يعني بجد من الجنون ان احنا نبعد لاعب زي دوت شارك معانا في كاس عالم من القوام، عنده من المؤهلات الكتير اللي هو يقدمه. طبعا عندنا بقى كمان احنا في القايمه دي انت بتختار قايمه، يعني اكيد انت بتتكلم مع اللعيبه. محمد عبد المنعم المدافع الاساسي عندك رايح يحترف، هو منشغل حاليا بفكره تجربه احتراف في الدوري الفرنسي مع نادي نيس، واكيد اللاعب راح دلوقتي بيعمل كشفات طبيه واحنا بنتمنى له كل التوفيق في التجربه اللي جايه. طيب نفترض ان محمد عبد المنعم نادي قال له اقعد معانا دلوقتي انت لسه في البدايه، او محمد عبد المنعم كان وانا ده توقعي انا وفقا للاحداث دلوقتي ان محمد عبد المنعم مش مركز معانا دلوقتي،
طب انا ضميته ليه؟ انا مفترض ان انا مش بتابع اللاعب بس، انا بكلمه كل يوم بتشاور معاه وبيتشاور معايا، زي ما انا جبت حسين الشحات في مره وهو ما كانش جاهز او النادي الاهلي قال وقتها مش جاهز واستبعدته، طب انا بجيبه ليه؟ ما طالما اللعيب مش جاهز اساسا ذهنيا معايا انا بستدعيه الفتره دي ليه؟ ركز في احترافك في بدايه تجربتك، وبعد ما ترجع ان شاء الله لو عندك وقت او عندك جاهزيه ان انت تبقى معانا تبقى موجود معانا. فدي نقطه ثانيه برضو انا يعني شايف ان هي مش ايه عليها علامه استفهام كبيره. في وسط الملعب كل اللي اتذكروا دول كلهم افضل لاعب دايره في مصر في الدوري المصري دونجا، نبيل عماد دونجا. انا يعني يعمل ايه دونجا علشان خاطر يخبط على باب الكابتن حسام حسن ويقول له انت موجود معايا في المنتخب؟ يطلع الكابتن حسام حسن يرد علينا كانوا قاد رياضيين يقول لنا لو سمحتوا يا جماعه الناس اللي مهتمه بالشان القروي في مصر، اللعيب ده كويس بس والله هو محتاج واحد اتنين تلاته. طيب انت فضلت عليه مين؟ فضلت عليه لعيبه تمام؟ يعني انا شايف خط الوسط كله معظمه اجنحه. طيب انت فين لعيبه الدايره اللي موجوده عندك؟ مروان عطيه، امام عاشور، حمدي فتحي، محمد النني، ايه؟ وكوكا. وكوكا. طيب هل دول كلهم بيلعبوا اساسيين؟ الاربعه اللي انت واخدهم من الاهلي بيلعبوا اساسيين؟ احمد نبيل كوكا ما بيلعبش اصلا مع النادي الاهلي وبيشارك شارك مع منتخب مصر في الاولمبياد. طيب احنا بنتكلم بقى في كده، انت فين بقى الارقام بتاع الدوري فين؟ الاداء اللعيب اللي مفروم في الماتشات وفي الملعب وليل نهار وبيلعب على مستوى عالي واخد كونفدراليه وعامل اداء كويس واحنا بنريحه عشان رايح يلعب سوبر افريقي، فانت بتحطمه لي نفسيا عشان خاطر حضرتك مش قادر تديله الفرصه. كلام برضو على فكره عشان نبقى متفقين، وانا اسف للاطاله، عمر عبد الواحد، عمر كمال، عمر كمال عبد الواحد. طيب عشان استاذ جوده برضو انا حابب اخد رايه في الحته دي لان بالتبعيه هو جابه بنتكلم على افكار استاذ جوده. احنا بنتكلم على احمد حجازي مثلا، هل الدوري الدرجه الثانيه في السعوديه متابع بشكل قوي جدا عشان ينضم احمد حجازي مع احترامنا لتاريخه وقدراته المعروفه عنه هنا في الاوساط الكرويه المصريه؟ ما انا قلت لحضرتك ان الكابتن حسام لازم يكون عنده استراتيجيه. انا عاوز منه ايه؟ ينزل بالسلم، يدي مساحه للمحترفين، يختار محلي الاجهز والافضل. الثلاثه دول يعني يبقى عنده كده معايير ثابته. تنزل بالسن، قلنا خد من المنتخب الاولمبي اللي خد معسكرات ولعب اولمبياد. النهارده ادي مساحه للمحترفين فعلا، يعني سام مرسي يستحق التواجد مع المنتخب، مش من المجامله، بتجربه كان سبب في صعود فريقه، هو قائد فريقه، ليه دور في الملعب، انت محتاج هذه النوعيه. الحاجه الثالثه، انت في الدوري لازم يبقى عندك معيار، يعني مثلا لو انا عندي اتنين لعيبه بفاضل بينهم باخد السن الصغير طالما ايه الكفاءه واحده، باخد الايه لان انا بعمل حاجه لللونج تايم، باخد حاجه للمستقبل. لكن القايمه انت ما يعني انت واخد 8 لعيب من النادي الاهلي 8، لما جيت تختار حراس برضو 3 من النادي الاهلي. يعني نفس الكابتن حسام يبقى يعني مع احترامي ليه واحنا بنحبه وبنشجعه وندعم طبعا المنتخب يبقى اشجع من كده. يعني ايه الشجاعه تفرض عليه ان هو يغير، جات له الفرصه يترك بصمه. النهارده احنا بنتكلم على كيروش ترك بصمه، جاب محمد عبد المنعم من سموحه والاهلي مش مقتنع بيها، اعاره وشافوا ازاي هو جاب عمر كمال عبد الواحد، جابوا المعسكر بس يراضيه المره اللي فاتت عشان الراي العام. لا انا على كيروش، وبعد كده انا على كيروش بنتكلم واداله الفرصه. انت النهارده كابتن حسام اديك انت لازم تبقى بروفيشنال، عارف ان الانديه مش هتدي لك اللعيبه الا في توقيت الاجنده الدوليه. خلاص انت يا اتحاد الكوره لازم تبقى برضو عارف ان الانديه هتتعامل معاك بالطريقه دي، فانت تتعامل مع الانديه برضو باحترافيه، ما تقعدش تجامل ويطلع رئيس اتحاد الكوره يقول له انا اجلت لك عشان تاخد بطوله افريقيا عشان تقف جنبي. ده كان تصريح صادم. لا هو وتعقيم بس على كلام حضرتك ان اكيد كابتن حسام حسن لديه من الخبره والاحترافيه الكثير، ولكن هي في الاول في الاخر وجهات نظر المدير الفني واحنا وكل الناس داعمين لمنتخب مصر والجهاز الفني لمنتخب مصر، ولكن دي بتبقى اراء. احنا شايفين في لاعب معين لا كان ممكن يبقى متواجد،
في لاعب الناس بتقول مش احنا بس او فريق معين او جمهور معين بيقول ده، لا في لعيب مثلا بيشاركش مع النادي فالناس بتستغرب ده. فدي اراء، ولكن اولا واخيرا كل الدعم لمنتخب مصر وللكابتن حسام حسن، ان شاء الله يكون موفق مع منتخب مصر في المباريات اللي جايه. اتفضل يا كابتن. بالتاكيد بص احنا كل هدفنا هو منتخب مصر، ولما بنقول راي هو الكابتن حسام المفروض بيسمع لهذه الاراء ويستفيد منها. ما هو انت لو عندك نقد قوي ونقد بناء هيبقى عندك ابداع وعندك اداء. غاب النقد غاب الاداء على طول، لانك انت لازم بتسمع، مفيش يعني حد الكامل. فانت يا كابتن حسام انت مدرب وطني، كنت تلبيه لرغبه المصريين كلهم، كل الانديه قالوا المدرب الوطني وكل الجماهير المدرب الوطني، وكابتن حسام يستحق ياخد الفرصه من زمان، وعنده ارقام وعنده تاريخ، وهو افريقيا وكلاعب يعني ايه ايمج ما لا خلاف عليه. صحيح. لكن احنا عاوزين منك البصمه، انزل بالسن، انزل بالسن. يعني في ناس طلبت بان ميكالي يعني كلامه يمسك المنتخب الاول، يمكن الدكتور اشرف صبحي انا سالته قال لي لا، ميكالي هو ده احسن حاجه في مكانه ده، يخصص في الحته في المنتخب الاولمبي ويدعم المنتخب، وده اللي احنا عايزينه. انت انزل بالسن، مع احترامي للنني وحجازي والمجموعه، يعني خلاص انت ما بتلعبش على التاهل لدي، انت عندك كاس عالم 2026، عندك الكاس الامم الافريقيه 2025 في المغرب، فجات لك فرصه مجموعه المنتخب الاولمبي، مجموعه فعلا لا تستحق هذه النهايه لولا المجهود البدني، لان انا شفتهم هم بيلعبوا من مدينه لمدينه بالقطار. بس خطا مدرب برضه استاذنا، يعني انا ميكالي يتحمل مسؤوليه الفضيحه بتاعه المغرب، مباراه المغرب، لانك يتحملها كامله مش اللعيبه. يعني انا عشان ما نظلمش الجيل هذا المدرب لا يستحق ان يتولى اي منتخب مصري تاني. هو عمل اللي عليه، هقول لك انا كنت احنا الفريق منهزم، فريق مغلوب 2-3 في بدايه المباراه وخلاص المباراه خرجت منك. ما كررش نفس تجربه بوب برادلي مع المنتخب الاول مع في غانا. انت لقيت نفسك بيدخل فيك 3 اجوان، قفل ملعبك، اخرج بهزيمه محترمه. مين؟ انا احترم اللعيبه على فكره، لعيبه قالوا بدنيا احنا مش قادرين. اقف قدام، اقف، ما حد، خلي بالك هي دي طريقه استاذنا. ما احنا وقفنا في كاس العالم 90 ان الناس كلها قعدت تقول له وقفنا، بس احنا من جوانا كمصريين عارفين ان دي امكانياتنا وحدودنا. خلي بالك هاني في المباريات ما قبل مباراه فاضي، ما قبل بقى مباراه المغرب استاذ جوده، ما قبل مباراه المغرب هو بيلعب كده، بيلعب زون. بس في ظروف ماتش بتجبرك على حاجات بقى. صحيح. دي ذكاء المدرب بقى في مباراة المغرب وفتح الخطوط. اصابات، عنده اصابات وعنده لاعب مطرود. هقول لحضرتك على حاجة، وعنده المغرب لو جبنا 11 لعيب من أي قرية في الكرة مصر بطولها من اسكندرية للصعيد وقفلوا وقفوا ال 11 في نص ملعبنا، محدش كان هيعدي. كان صعب في ارض الواقع. لا صعب، خلي بالك ده برضه تأثير. انا شفت ماتش فرنسا، مش عايزين نقتل الجيل. لا انا مش بتكلم على قتل، لا ما هو انت بتنفذ اللاعب في النهائي يا كابتن. بس انا اسف استاذ جوده. طب اتفضل. فرنسا واسبانيا في النهائي برضه فرنسا تاثرت بدنيا، ما قدرتش تقف قدام اسبانيا في النهائي، وانتهى المباراه، انتهت المباراه كام؟ 5-3، لان هم سلموا في الشوط الثالث والرابع. انت المنتخب بتاعك لعب مباراتين وقت اضافي، لعب مباراه ضربات ترجيح. عايز اقول لك المسافات، انت بتروح من نانت، بوردو، مارسيليا، ليون، مسافات وبتركب قطار. انا في الميكس زون سامع اللعيبه احنا مش قادرين بدنيا، ما فيش. ما ده انا اللي بتمنى، ده اللي انا بتكلم انه يجي في مدرب. الملعب كمان انا دخلت تخيلت ان انا بلعب في الدار البيضاء، ما فيش كرسي، ما لهوش واحد جمهور مغربي، كثافه وتشجيع طوال المباراه كان ضغط كبير. طب ننتقل بقى للفتره اللي جايه. هاني تكلمني عن مشاركه نادي الزمالك في الكونفدراليه امام الشرطه الكيني، وعندنا مباراه السوبر الافريقي امام الاهلي. شايف اللي جاي نادي الزمالك يستعد له ازاي، وشايف المواجهتين دول ازاي؟ طيب خلينا نبتدي الاول بس بكلمتين لازم يعني الناس تقولهم، نقولهم للناس عشان خاطر برضو بما يرضي الله. دي شهاده هنتحاسب عليها. مبدئيا مش عايزين نظلم لا مدرب ولا مجلس اداره
عن فترة المباراة التجريبية اللي خاضها نادي الزمالك في فترة الشهر اللي اللعيبة الأساسية كانت خدت فيها راحة. احنا كنا قدام مرحلة حاسمة في ان احنا لازم نحكم على جيل او على مجموعة لاعبين ومستويات تكشف لنا حجم الحاجة اللي نادي الزمالك محتاجها للمواسم الجاية اذا كنا بالفعل عندنا رؤية ان احنا نفوز بالبطولات. النهاردة تحرك نادي الزمالك لصفقات بشكل عاجل وجدي جاء من خلال تقييم حقيقي وفعلي لمجموعة اللعيبة اللي هم الصف الثاني والثالث في الفريق اللي شفناهم واللي احنا تأكدنا مين اللي يقدر يكمل ومين اللي ما يقدرش يكمل. فشكرا للناس دي ان هي تتحملت كل الضغوط والصعوبات الحقيقية والانتقاد من الجماهير الفترة اللي فاتت علشان خاطر يعدوا المرحلة دي بان احنا بجد نقف على مين اللي هيكمل معانا ومين اللي هي ايه. يعني بس عشان الصف التاني والتالت بعيدا تماما عن مشاركة كابتن شيكابالا اللي كان بعيد جدا بسبب الاصابة. لا كابتن شيكابالا مهم جدا ده ايقونة. احنا وجود شيكابالا احنا بنتكلم على اللعيبة اللي دخلت من بعيد اللعيبة الصغيرين واللعيبة اللي كانوا الطام الصف التاني والتالت. لكن الكابتن شيكابالا ده ايقونة ده اسطورة بالنسبة لنادينا وجوده خارج الملعب واسم شيكابالا هيفضل لافف حوالين ملعب حلمي زموره لسنوات طويله. صح. انا موجود غيري موجود اجيال هتيجي وهتعدي هيتفرجوا على صوره شيكابالا ويبتسموا. الابتسامه دي لوحدها جزء من تاريخ نادي الزمالك. صحيح. فمحدش يقدر ينكر كل الاحترام ليه طبعا. وكل وتحياتنا ليه طبعا هو نجمنا واحنا بنلتف حواليه في كل الازمات اللي هو بيمر بيها. لعيب عاش وتربى جوه نادي الزمالك. لكن احنا بنتكلم بقى على مستوى بجد الهجوم الحقيقي اللي تعرض له سواء مجلس اداره او مدرب بسبب ان هم كان في خطه باينه وواضحه جدا ان احنا نقيم اداء مجموعه اللعيبه اللي موجوده عندنا عشان نقدر نبني. يا جماعه مش هنعرف نبني من غير ما نقدر نقيم الاساس والثوابت اللي عندنا شكلها ايه. فاعتقد احنا دلوقتي خلاص في مرحله حاسمه. مجلس الاداره مع الاداره الفنيه اللي بتتولى مع مستر جميل هم كلهم بيشتغلوا على فكره ايه التدعيمات اللي احنا محتاجينها قبل مباراه السوبر الايه الافريقي وقبل الادوار التمهيديه. كل التدعيمات انت في الخطوط الملعب كده يا هاني احنا محتاجين. لا لو انت بتكلمني كهاني احلام ولا واقع؟ احلام. انا عايز في كل مركز واحد. طيب اقل حاجه عشان الواقع دلوقتي الواقع في ظروف اقتصاديه في ظروف صعبه لازم انا اعمل. انا لو انا اللي مسؤول او انا بنصح مجلس الاداره لازم يبقى في عندي تدعيم بخط عمودي يعني حارس مرمى مدافع لاعب وسط لاعب وسط دايره فروت حقيقي يقدر يخلص بجد. اللي احنا مشكلتنا الكبيره ان احنا اعتمدنا زي ليفربول على الجناح احمد سيد زيزو هو اللي بيسجل لنا الاهداف. احنا محتاجين الفرود اللي يعيد امجاد رقم 9 تاني لتشكيله نادي الزمالك زي ما بنشوف تجربه هالاند في مانشستر سيتي. خلاص انتهى بقى فكره ان الاجنحه اللي بتيجي من الخلف او من الطرفين رجع تاني جيبه. رقم 9 رجع تاني خلاص بالمواطي. المهاجم الرئيسي هو المهاجم هو الهداف وبالتالي الموضوع ده محتاجين نشتغل عليه. واعتقد ان المدرب بيقدم بشكل كبير جدا وبيحاول يدور على الهداف اللي يحقق له ده. دي التدعيمات اللي الزمالك محتاجها. طبعا في تدعيمات ظروف قهريه يعني بتواجهنا زي الباك ليفت مثلا الباك ليفت اللي احنا بنتعاقد معاه. لكن في النهايه حتى مرحله الباك ليفت لو انا عديت محمد عبشافي واديته استشفى واديته اعداد بدني كويس كان ممكن يعدي لك المرحله. فاحنا بنتكلم على سنه قدام. طبعا هيبقى في ان شاء الله حد تاني. محتاج لعيبه تكون قادره بجد ويكون عندك من الصف الثاني لعيبه قادره ان هي تعمل ايه تسد مكان اللعيبه. طبيعي يبقى في لاعبين في اي مركز طالما انا بنافس على البطوله لعيبه اثنين على نفس المستوى. صحيح. فاعتقد ان مجلس اداره النادي دلوقتي او الاداره الكابتن حسين نبيب والكابتن احمد سليمان ومجموعه والكابتن حسين السايب بيشتغلوا على فكره ان ازاي احنا نوصل لاكثر عدد من الصفقات اللي تخدم فكره تشكيل نادي الزمالك. استاذ جوده شايف ازاي شكل تدعيماتنا للزمالك؟ ايه المراكز اللي محتاجه للزمالك؟ شايف جوميز محتاج كام لاعب في الفتره اللي جايه في مراكز ايه في الملعب عشان يقدر يستمر في الفتره اللي جايه في المنافسه سواء في بطوله قادمه خلاص مباراه ببطوله سوبر الافريقي وبدايه الكونفدراليه قبلها باسبوع. أنا عايز بس أقول لك إن الزمالك بداية قابل ظروف معاكسة الموسم الماضي. لازم يعني نتفق أنت الموسم عندك ثلاثة لعيبة رباط صليبي عبد الشافي أحمد حمدي الونش.
دي وثلاثة ثلاثة يعني. يعني عبد الشافي والونش كابتن شيفو والونش من البداية وأحمد بعد الكونفدرالية كان خبر صادم صحيح. يعني قيد غلق قيد ما فيش قيد لعيبة وبالتالي أنت مش عارف تزغلل عين أو تجذب لاعب في يعني تقدر تجيبه للنادي بل فبتضطر اللعيبة اللي عندك بتتحرق لأنها جاية في ظروف صعبة. اللعيبه اللي موجوده دي كانت ممكن تأدي احسن من كده ولكن الظروف اللي اتوجد النادي عمال يسدد 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 مفيش فائض تقدر تدي اللاعب اللي عندك مستحقاته فانت بقيت لا عارف تجيب ولا عارف تدي اللي عندك حقه في فترات ولكن طبعا مجلس الاداره بيقدر يوفر ده بس برضه يعني بس برضه اللعيبه ليها مستحقات صحيح. يعني لازم نبقى برضه مفيش نادي في مصر أيوة. اللعيبه ما لهاش مستحقات وبالتالي دي كانت ظروف كلها معاكسه بالنسبه للنادي وبالتالي الجمهور انت طلعت من موسم بالكونفدراليه اعتقد الجمهور لن يتقبل تكرار هذا الايه الاخفاق تاني وبالتالي الموسم انت بتستهله ببطولة السوبر هي مباراة تقدر تفوز تاخد 500,000 دولار وبالتالي بطولة وهنا بقى اللي عايز اقوله يا كابتن احمد وزميلي هاني هو فكرة النادي الاهلي بينشن على ازاي ياخد بطولات يعني هو جاب له حوالي 15 مليون جنيه ما بين كاس عالم للاندية وسوبر محلي وسوبر افريقي ودوري ابطال والله انا ماليش دعوه بالاهلي انا الاهلي هتلاقي عشان برضو ما نبقاش بنتكلم احنا بنتكلم على نادي الزمالك المدخلات وخلي بالك ده بيشغل بال الراي العام الكروي اديك مفاجأة لو بصيت على الراي العام الاهلاوي هتلاقيه ما بيهتمش مين اللي بيدعم ومين اللي بيحط ومين اللي بيساعد انا معاك ظروف مختلفه احنا الموضوع تلاقي ناس هناك بتساعد مختلفه ولكن اديك مفاجاه انت عندك ماتشين لما بتفوز يعني انت عندك ماتشين هم بتوع الدوري انك تفوز على الاهلي خدت الدوري بتروح دوري الابطال انت كزمالك نادي مصنف تستطيع انك تفوز بدوري الابطال خدت الابطال بتروح لكاس العالم للانديه يعني ده هو المسار الصحيح لنادي الزمالك كنادي بطولات وبالتالي احنا بنبدا بقى موسم بسوبر افريقي الزمالك محتاج لعيبه محتاج حارس مرمى محتاج مدافع محتاج لاعب وسط محتاج جناح محتاج باك ليفت محتاج مهاجم فانت محتاج بتاع 7-8 لعيبه وانت يعني انت بتنتصر وبتفك القيد هي ظروف صعبه يعني بصراحه ظروف صعبه على مجلس الاداره يعني كم المبالغ اللي اتدفعت في غرامات ومصالحات وفك قيد ده كان يعمل كم فريق وقدر نادي الزمالك لو شارك في اي بطوله زي ما شارك في الكونفدراليه السنه اللي فاتت قدر يحصل عليها بطوله قاريه اكيد ما بنقللش منها ولكن طموحاتنا دايما كجمهور نادي الزمالك ان احنا نشارك في دوري الابطال ولكن قدرك انك شاركت في الكونفدراليه فهتنافس عليها استاذ هاني كنت عايز تقول حاجه حاجه برضو تحسب لمجلس الاداره عشان بس نبقى متفقين وفقا لفكره الميزانيه بتاعت الناديين لا نادي الزمالك خد قرض يعني بمبلغ زهيد جدا وفقا للمنافس واخد 8 اضعاف تقريبا القروض اكتر من يعني تقريبا المنافس المباشر لنادي الزمالك واخد حوالي 800 مليون جنيه وفقا لميزانيته قروض فانت طيب. بتتكلم على ان هي بيقدر يستلف فلوس كتير جدا لا هو عنده مشاكل ومشاكل كبير جدا لكن الناس كلها مسلطه الضوء بس على فكره مشاكلنا احنا صحيح خفوا شويه خلوا جماهير نادي الزمالك ده اللي انا بكلمه للجماهير اهدوا شويه على الناس عشان تشتغل بجد الزملكاوي الحقيقي يبعد اي انتماء او اي ولاء لاي طرف إن كان ويخليه ورا شعار نادي الزمالك ومجلس الاداره الحالي لحد ما يكمل مهمته وبعد كده نقدر نحاسب على الفتره اللي قضاها ان شاء الله ده طبيعي من جمهور نادي الزمالك دائم الدعم وهو الحلقه المظلومه دائما وابدا في منظومه نادي الزمالك ككل العنصر الاوفى جمهور نادي الزمالك انتهت حلقتنا من زملكاوي بشكر النقاد الرياضيين ناقد الرياضي الكبير الاستاذ جوده ابو النور والناقد الرياضي الاستاذ هاني عبد النبي شرفتونا ونورتونا شكرا جدا ليك وسعيد اني كنت مع استاذ يعني استاذ جوده صديقي هاني انتهت حلقتنا من زملكاوي على ملقاء ان شاء الله في حلقه جديده من زملكاوي الى اللقاء